مرحبتين بكم وصحة فطوركم مشاهدينا في كل مكان تتابعوا فينا في ليبيا أو خارجها، في بيتكم، بيتنا، بيت العيلة. صحة فطورك يا حسام. صحة فطورك بشرى. مشاهدينا وين ما كنتم مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت العيلة، البيت اللي يلم كل الليبيين وين ما كانوا، سواء كانوا في ليبيا ولا برا ليبيا. البيت يكون سعيد ديما، ونحن هلا أكيد نكونوا سعداء ديما بتواصلكم معنا، سواء كان من مشاهدتكم اليومية لبرنامج بيت العيلة أو من خلال مشاركتكم في مسابقتنا اليومية والأسبوعية، وبرضو من خلال كل رسائلكم اللي تدزونا فينا على صفحتنا، صفحة بيت العيلة في الفيسبوك، ومن خلال تعليقاتكم تحت اللايف متاع برنامج بيت العيلة في صفحة بيت العيلة على الفيسبوك. ما تنخلعوش، في ناس تشوف مباراة وراحنا على الاتش دي موجودين، فاي حد يعني يتصل او يسالكم ويقولكم وينهم، راهو لازم تغيروا التردد من الاس دي للاتش دي، ضروري ضروري جدا. والترددات موجوده او التردد يعني موجود في صفحتنا، صفحه بيت العيله او صفحه قناه ليبيا الاحرار على الفيسبوك. اليوم مع حسام زي كل يوم عنده مجموعه من المواضيع وراح نتكلموا عليه. نجم العيلة لليوم رسامة ليبية إسراء الحاجي. الفنانة التونسية النجمة نوال غشام في ضيافة بيت العيلة. مرحبتين بكم مشاهدينا مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج بيت العيلة، وكيف ما تعودتوا يوميا المسابقة الخاصة ببرنامج بيت العيلة اللي حتطلع على الشاشة في هاللحظات هذين. المسابقة طبعا المشاركة فيها تكون من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 99199 ليبيانا والمدار. ياريت يا شباب السؤال يكون موجود على الشاشة من بداية الحلقة حتى نهايتها، الوقت اللي تقدروا يكون فيه موجود خلوه موجود. ومن مصر يا بشرى يقدروا يدزوا رسالة على الرقم 1767، وأكيد الإجابات الخاصة بالمسابقة اليومية تكون مسبوقة بكلمة عيلة، وتختاروا الإجابة الصحيحة من السؤال اللي على الشاشة يا بشرى. طبعا الهدايا بالنسبة لي الهدايا اليومية 1000 دينار مقدمة من البرنامج يوميا، و200 دينار كوبون مقدمة من أسواق الياس المواد الغذائية. أما بالنسبة للجائزة الأسبوعية فهي ما شاء الله عندنا باقة أو هدية عرسك علينا المقدمة من مجموعة من الرعاة مشكورين جدا، منهم فور سيزن صالة الفصول الأربعة، أيضا كافيلاتي مقدم مجموعة من الجوائز منها عصير طبيعي وكابتشينو وكريب وخاتم ذهب لكل رابح، وعندنا الميك اب أرتست اللي حتطلع العرايس اللي هي الفنانة أكيد ميك اب أرتست نور الإسلام البوسيفي، والعشيب من الشيف مميز هند بن يونس بشركة عز ما تاكل، بالإضافة إلى المصور أكيد طبعا معمل البيباس المصورة فاطمة بيباس، مشكورة جدا لأنها أصرت أنها تكون معها الباقة مع هالعرسك علينا مع هالباقة هذه. عندنا زوز جوائز ثانيات اللي هي شاشة بلازما مقدمة من شركة التواصل اللي هي الوكيل سامسونج، وعندنا رحلتين سياحيتين إلى الحمامات تونس، والسحب كل خميس على هالجوائز جوائز الكبيرة بإذن الله. سؤال الأسبوعي يمر معكم شبه اليوم أغلبية اليوم على الشاشة، وحتكون بإمكانكم أنكم أنتم تختاروا الإجابة الصحيحة عن السؤال وتدزوها لنا على الرقم 99199، بس تكون مسبوقة بكلمة بيت، وهذا اللي خلينا بشرى نميزه ما بين المسابقة بالضبط اليومية والمسابقة الأسبوعية. سؤالنا اليوم اللي جائزته 1000 جنيه مقدمة من برنامج بيت العيلة و قناة ليبيا الأحرار، وأيضا الفائز الثاني كوبون بقيمة 200 جنيه مقدم من محلات الياس أو أسواق الياس للمواد الغذائية. والسؤال هو مسلسل قلية والديمقراطية يقدم محتوى 1 سياسي، 2 فكاهي، 3 موسيقي. والسؤال اللي ديما يسألوا فيه لنا في صفحتنا على الفيسبوك من خلال الرسائل المشاهدين، كيف ندز الرسالة؟ الطريقة سهلة بكل، بس
تختار الإجابة من الإجابات الثلاثة اللي موجودة حاليا على الشاشة وتكتب قبلها عائلة سياسي، عائلة فكاهي، عائلة موسيقي. تختار واحدة من الإجابات الثلاثة وبس تسبقها بكلمة عائلة وتدزها على رقم 99199. موضوع سهل بكر جدا. توا حسام شنو عندنا يا لينا؟ اوكي، احنا توا حناخدو اول فقراتنا طبعا اكيد مع عزو ونشوفوا نجم العيلة لليلة مع عزو كريفة. الشكر لكل من متواصل معنا عبر صفحتنا سواء على الخاص أو في التعليقات. طبعا شكر موصول لمغتربينا اللي هم طبعا فئة كبيرة جدا جدا، خصوصا في الساعة الثانية اللي في كندا وأمريكا وقت ساعة الإفطار عندهم، احنا يكونوا في الساعة الأخيرة من البرنامج. والله نحن كنا نحسبه بس في ليبيا تفرجوا علينا، طلعوا حتى فيه مشاهدين يتابعوا فينا من أمريكا وكندا ومن دول أوروبا على صفحتنا على الفيسبوك، وبرضه من خلال الدول العربية أيضا من خلال خدمة شوف اللي قدمتها قناة ليبيا الأحرار لأول مرة في ليبيا اللي هي شوف دوت الأحرار دوت تيفي، تقدروا تفرجوا عليها وتشوفوا منها كل حلقات برنامج بيت العيلة اللي فاتنكم، وبرضو كل البرامج والمسلسلات تقدروا تتابعوها من خلال خدمة شوف. والله تعليقاتكم ما شاء الله يعني على اللايف. بس أنا نبي أمس بعد ما كملنا الحلقة برضو الناس هل بتقول عش ما تقولوش فيه، هل برسائل تفوت علينا في اللايف، بس بعد ما كملنا الحلقة قرينا كل الرسائل. نشكر بس من العراق عندنا مشاهدين بنحييهم أمس يعلقوا في صفحة وللأسف ما قدرناش نقول لهم تعليقهم، ومن الجزائر برضو نحييهم. تفضل حسن. نحب نحيي كل اللي علقوا على الصفحة وتحت اللايف. سمية النجار شكرا لك على تعليقك. محمد ليبيا برضو شكرا لك. ماروكو نحييك وصحة فطوركم طالعة جني يا بشرى ربي يحفظك. سوما شكرا لتواصلك. محمد برضو صحة فطوركم يا حبايبي شكرا لك. مرحبا من هنا. نجمة تقول مساء الخير منورين من دبي، نحبكم وسلامي لكل أهلي في ليبيا، صحة فطوركم. صحة فطورك يا نجمة. فخورة بديني صحة فطوركم ومنورين. ويبقى الأمل جاوبت على السؤال، بس ياريت تجاوبي من خلال رسالة السمس. احنا عندنا بس توعز وحسام ثقتي بالله بس تسأل ايه؟ ليش ما فيش على ليبيا الأحرار. نحب ايه؟ نقولك ان احنا المباراة ما بين فريق الاتحاد والأهلي بنغازي تلعب حاليا على ترددنا SD، تقدري تغيري على تردد قناة ليبيا الأحرار HD وتشوفي برنامج بيت العيلة، وبرضو تقدري تواصلي معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وان شاء الله الحلقة حتعاد بشرة بكرة في الصباح إن شاء الله. بإذن الله حيكتبوا الأدمن بوست المفروض تو يوضحوا فيه للناس، لكن تو خلي مع إنه يخش معنا تو عزو في فقرة نجم العيلة ونرجعوا. قدمنا وفتتنا يا عزيز. صح فطورك حسام. صح فطورك بشرى. أنستكم وأنستوني طبعا. اليوم ممكن جاي بدري شوية. نعم وجيت بدري شوية بكري شوية جاي بدري متأخر نص بنص. والله ممكن كل المشاهدين حسام وبشرى تعوضوا يعني على الفقرة، ممكن دائما تكون في النص، ولكن يعني فيش مشكلة، المهم حتكون متواجد سوى نجم العيلة وباقي فقرات البرنامج نجمنا اليوم. وطالما جاهزة فقرتنا فيش مشكلة. وشي رحبوا بمشاهدين ومتتبعين نجم العيلة وين ما كنتم، نقول لهم أهلين بيكم في حلقة اليوم من برنامجكم بيت العيلة وفقرتكم نجم العيلة. ضيفة نجم العيلة اليوم فتاة ليبية متميزة قدرت توصل أو توصل صوتها عبر رسماتها اللي انتشرت، طبعا انتشرت صورها هلبة على السوشيال ميديا. نتعرف على ضيفتنا لليلة في تقريرنا ونرجع لكم.
إسراء مفتاح الحاجي شابة ليبية من مواليد 99 من سكان طرابلس، تخصصت في الهندسة المعمارية لأن طموحها الصغرى لحسب ما تقول تولي مهندسة معمارية، لكن مسار إسراء خذ توجه تاني بالتوازي مع دراستها في الهندسة المعمارية. إسراء حبت الكرتون وانشغلت برسم هلبة شخصيات كرتونية، وشوية شوية مشت لرسم الأنمي لأنه كان عندها ميول لهذا النوع من الرسم، وهو عبارة عن نوع من أنواع الرسوم المتحركة اللي ظهرت وانشهرت في اليابان. إسراء تعمقت في رسم الأنمي وتحاول صناعة رسوم خاصة بها زي ما تقول. الرسالة اللي تبي إسراء توصلها من خلال الرسومات هي التعريف باللباس التقليدي الليبي، والشخصيات اليابانية المشهورة هي مجرد قالب لنشر ثقافة الليبيين. هذا علاش نشوفوا أغلب الشخصيات المرسومة لابسة تقليدي وعطتهم أسماء ليبية، وتتوقع إن العيلة اللي صنعتها بتنجح لو تحولت لمسلسل رسوم متحركة. إسراء تقول إن عيلتها كانوا المساندين الأساسيين لها بدعمهم وترجيحهم، وإن عملها هذا يبي صبر وتركيز، ورغم براعتها بالرسم إلا إن إسراء تقول إن الرسمة الوحدة في صورتها الأولية ما تاخدش منها أكثر من ربع ساعة، وكاملة بالألوان ما تفوت الساعتين. بداية إسراء كانت ذاتية، وكل مرة تكتشف مهارة جديدة وإمكانيات في الرسم، في حد ما قررت في 2014 تقرع لبرنامج الرسم الإلكتروني وأتقنته بروحها وتعرفت عليه واشتغلت به. إسراء عندها هلبة متابعين على إنستغرام ويشوفوا في أعمالها، وطبعاً مش كل الناس معجبين بأعمالها، البعض ينتقد رسم الشخصيات بملامح كبار وتغيير متعارف عليه، لكن إسراء تأكد أن وصفة النجاح هي التحدي والإيجابية. في ناس مش متقبلين فكرة ان الانمي فيه من الكبار، واخدين فكرة انه بس للصغار مقتصر يعني مش الكبار، وحتى في الرسم يعني يقولنا احنا في ليبيا ما عاش تكملي رسم وين تبي، فما اسمع في كلام حد وحاولت اني اكمل فيه، اسمع في الايجابيات بس السلبيات ما ناخدش فيها الحق. وزي كل نجومنا في بيت العيلة، إسراء عندها إصرار الشباب والطموح في النجاح وتطوير عملها مع الوقت باش يولي مشروع مكتمل ومتميز ومشهور على مستوى ليبيا، وعلاش لا على مستوى العالم كله. بعد ما تابعنا وتعرفنا على ضيف نجم العيلة لليوم، نرحب بالرسامة إسراء الحاجي من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية. أهلا بك إسراء. أهلا بك. أهلا وسهلا بك إسراء في نجم العيلة، صح فطورك؟ كيف رمضان معك وشن الأجواء رمضان معك إسراء؟ الحمد لله أجواء رمضان حلوة أكيد بلمة العيلة. نعم أكيد. شن مدايرة يعني كيف تقضي في وقتك؟ هل تعاوني في الوالدة؟ كيف تقضي في وقتك؟ ريت تحكي لنا إسراء. إيه أكيد والله الحق هو قراية، وبين قراية وبين هلبة حاجات، لكن الحمد لله كله ماشي. الحمد لله موفقة إن شاء الله في دراستك إسراء. ممكن نقوله كيف كانت بدايتك إسراء؟ طبعا كل مشاهدين وكل متتبعين نجم العيلة اليوم تعرفوا عليك أكثر من خلال تقريرنا، بس ريت توضحين لنا أكثر أنت ودينا كيف كانت يعني بداية إسراء الحاج وكيف انطلقتي؟ بداياتي كانت لما كنت صغيرة، كنت نحب الكرتون أو الأنمي، فحبيت أني نتعمق فيه أكثر، وكان عندي رغبة أو طموح أني نرسم ونصنع رسوم خاصة بي في المستقبل. نعم. وحاولت أني نتعلم في 2013، وقعدت مكرسة يوم في الأسبوع ونقرأ فيه لعند تو الحمد لله، وقعدنا نتعلم لعند ما نصنع رسوم. طيب ممكن إسراء لو توضح للمشاهدين أكثر يعني اللي تبعوا فيك حاليا، يعني أول رسمة رسمتها إسراء وشني هي الرسمة بالضبط كانت، وكيف يعني أنت حبيت أنك يعني أنت يعني نقدر نقوله تعرضي صورك أو تسوقيهم أو تديري الصفحة وتروجيها، يعني تروجي كل أشغالك وأعمالك في السوشيال ميديا يعني؟ تمام. أول رسمة رسمتها كانت لأنمي ناروتو، بديت فيها وبعدين جتني فكرة أني نصنع رسوم، قعدت نتعلم كل مرة ندير في شخصيات زي صممت شخصيات ليبية اللي هم زي علي مبروكة وعمر ونوميديا، وحاولت أني نفتح أكاونت باش نوصل فكرة الرسم ونوصل ثقافتنا للخارج. نعم حلو حلو هي الفكرة أكيد إسراء، بس يعني كيف شفتي أو كيف كانت يعني مثلا ردة فعل الناس بعد ما أنت نشرتي كل صورك ورسوماتك، وخاصة أن صاروا عندك يعني ممكن الألاف المتابعين على الإنستغرام، يعني حسابك ما شاء الله فيه أكثر من 5000 أعتقد متابع.
أكيد هو في البداية حصلت هلبة إعجابات من الناس وقالوا استمري في هذا المجال وقعدت نحاول نطور أكثر وأكثر، وأكيد هو في شوية نقد في الرسم بس مع ذلك استمرت فيه. نعم. طيب إسراء، من اللي شجعك أكثر شخص وقف في جنب إسراء وشجعها حتى يعني توصل اللي هي يعني تبي توصل له، مثلا العائلة الأصدقاء، من أكثر دعم ليك كان إسراء؟ طبعا دعم الأساسي اللي هي أمي وأختي، أكيد وقفوا معي، وحتى أخوي، حق كلهم وقفوا معي، وفيش حد أحسن من الثاني. نعم. طيب من وين جيبي في أفكارك من وين جيبي في أفكار رسومات يعني أنت؟ طيب هل تستغرقي مدة ممكن إسراء أنت لما تفكري بتديري رسمة أو تبي تنفذي رسمة؟ كيف تستوحي في الأفكار؟ يعني الموقف، يعني كل قصة تاخذ وقت. طبعا زي ما تقول للعيد، يعني لازم تكون رسمة تناسب العيد، يعني ناخذ وقت شوية فكرة بس تجي مع الوقت. طيب كم تاخذ الرسمة من إسراء؟ يعني مدة استغراق المدة الوقت، يعني كم تاخذ منك لما أنت ترسمي؟ هل يعني تاخذ في ساعات، تاخذ في أيام؟ وضح أكثر يعني لكل يتابع فينا. لا الحق، هو الرسمة تاخذ مني يعني كلها كاملة مع الخلفية ساعتين ونص أكثر شيء. نعم. وما نحبش نطول فيها يوم أو يومين لأن ما عادش نقدر نركز بالتفاصيل الأولى. الرسمة نبدأ فيها في نفس الوقت ونكملها في نفس اليوم. طيب يا إسراء، طبعا نبو رسمة لي أنا والزملاء بشرة وحسام، نبو صورة خاصة ببيت العيلة. إحنا عندنا صفحة طبعا على الفيس وعندنا بإذن الله. أكيد الراجل طبعا في رسمة حتكون بإذن الله وحننشرها بإذن الله إن شاء الله في صفحتنا سواء على الإنستغرام أو الفيسبوك. يا إسراء أمتى بتجهزين لنا الرسمة؟ بإذن الله إن شاء الله. أمتى بتجهزين لنا رسمة يا إسراء؟ إن شاء الله إن شاء الله مع العيد بتكون عندكم إن شاء الله. طيب شن طموح إسراء الحاجي يعني؟ يعني في مجالك الرسم نعم والهندسة، مجال الرسم اللي هو أنينا نستمر فيه ونصنع أنيمي أو رسوم يكون ينافس اليابان شوية، وكمل في مجال الهندسة المعمارية كذلك ونكون ناجحة فيها حتى هي. نعم. طيب عندك أي إهداءات أو عندك أي كلمة حابة توجهها يعني من خلال نجم العيلة؟ أكيد تفضلي. أكيد نشكر كل اللي دعموني وقفوا معي ولو حتى بكلمة، وأكيد حتى أهلي وأسرتي تحملوني هلبة برغم هذا، ونشكر حتى قناة ليبيا الأحرار اللي دعمها. نعم طبعا قبل ما نختم، نعم حسام وبشرة حيسألوك. صح أكيد. إسراء مرحبتين بك يا إسراء. ماشي الله يسلمك. أنا ستينا مرحبتين بكم. إسراء طبعا موضوع الموهبة شيء، وموضوع أنك أنت تطوري من نفسك وتعزي موهبتك هذه بالدراسة الأكاديمية شيء ثاني. ما فيش فكرة مثلا أن يكون فيه دعم لموهبتك في رسم الانيميشن مثلا، جهات حاولت تتبنى إسراء تطورها تدير لها دورات مثلا في الموضوع هذا، أو حتى على حسابك الشخصي مثلا؟ لا الحق لا الحق، إلى الآن ما فيش ولا أي شيء، كل على نفسي، يعني نتعلم بروحي، نفتح اليوتيوب لو كان في أي شيء استصعب علي ونتعلمه بروحي، وكل زي ما قلت لك حتى الرسم من الأساس تعلمته بروحي الحق. أنا نبي نسألك إسراء على موضوع الكرتون، يعني هلبا رسامات ما شاء الله لقيناهم طوروا من موهبتهم من الرسم طوروها لكرتون بشوية بشوية، يعني ممكن حتى ياخذوا فيها وقت، حاطة في بالك هالموضوع هذا وإلا بس إنك أنت موضوع الرسم بس هذا اللي يستهويك ما تبيش تكملي فيه أكثر من هيك؟ لا هو الكرتون أنا بصفة عامة نحب اللي هو الأنمي بالذات، فأنا الحق من لما كنت زي ما قلت لك صغيرة كنت نطمح أني ندير رسوم خاصة، فهذا الشيء يعني من لما كنت صغيرة أنا نبدأ في هذا النوع من الرسم بالذات. الأنواع الرسم الثانية نعرف شوية نرسمها، بس الحق كان ميلي أكثر لنوع الأنمي، يعني ما فأكثر شيء اللي تخصصي عليه يعني ستايلي هذا. معناه حنشوفه القدام كرتون لإسراء الحاجي إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا إسراء. شكرا بالتوفيق عزيزتي. طبعا نعم أكيد نشكرك إسراء على تلبية دعوتك لليلة، كنت ضيفة نجم العيلة، نتمنى لك كل توفيق في مسيرتك إن شاء الله، نشوفه كل أعمالك إن شاء الله يا ربي. شكرا. في القريب نشكرك مرة ثانية إسراء. مرة ثانية نحب نذكر كل مشاهدينا إن شاء الله نحاولوا في كل مرة زي ما نقول دائما في كل الحلقات أن نعرفوا بكل الوجوه الشابة في ليبيا، سواء في ليبيا أو في خارجها،
يعني الكل يعرف أن ليبيا ما شاء الله عندنا شباب مبدعين في جميع المجالات. مشاهدينا إن شاء الله انتظرونا في فقرة نجم العيلة بعد غضوة بإذن الله، حيكون عندنا ضيف إن شاء الله متميز وبفكرة متميزة. توا خليكم مع بعض الصور ورسومات إسراء اللي انتشرت على السوشيال ميديا، ونتلاقوا بعد غضوة إن شاء الله. شكرا بشرى وحسام. نجم العيلة عزو لي سيام في الغربة اليوم ضيفة جديدة حتكون مغتربة ليبية معانا من إسبانيا، شوية وراجعين. هي موجودة؟ أوكي، حسابه في ستينج ولا حاجة بدنا نديره في الشو احنا. نجاد صح فطورك؟ صح فطورك، مشاركة حالك. أنا سينا عزيزتي ومرحبتين بك، كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة حبيبتي، وشكرا على استضافتك، وان شاء الله كل سنة وانتي طيبين. وين نجاة؟ وين صورتها؟ وين نجاة؟ وين؟ مش عارفة. أنا ستينا يا نجاة، وصحة فطورك. الله يسلمك وصحة فطورك سيد حسام، وشكرا منورين الشاشة. أنت اللي منورتين. نجاة طبعا يعني علاقتنا قديمة ما شاء الله، وإن شاء الله ربي يدوم العشرة، ولكن زادت ممكن هالسنوات هذه بحكم اغترابك وموضوع تيم، إن شاء الله ربي يشفيه. أكيد طبعا تيم الكل ممكن في السوشيال ميديا يعرف حالة تيم اللي مريض بالكانسر، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. وحاليا متواجدة في إسبانيا، وقبلها كنت في تركيا، وقعدتي من مكان لمكان ومن دولة لدولة، وسنين متغربة وسنين صيامك في الغربة. صح. طبعا بشرى الأيام السنوات اللي فاتتكم والسنة هذه كوم طبعا يعني طبعا يعني واجهتني هالصعوبات، اني رمضان بداية رمضان كنت بروحي انا وكيم، زوجي كان في تونس يقدم في تأشيرة، وبناتي كان اذا ما تعرفي عندي زوج بنات، صح ربي يحفظهم، والبنية قاعدة صغيرونة يعني بيبي صغيرة، فانا يعني لي 3 شهور ما شفتهمش البنات، قاعدين في ليبيا مع ماما. فيعني أصعب رمضان فات علي من عدة نواحي، من ناحية الغربة، من ناحية اللي ما شفتش العيلة، من ناحية المرض تيم، من ناحية إني حتى نفسيا مش يعني كنت تفكيري كله يعني مشتت. يعني صح. أصعب رمضان فات علي يعني مش عارف نقول لك، بس الحمد لله نجات. هي الأولى طبعا إن شاء الله رب ألف لباس عليه، علي تيم، وربي يشفي لك ويطمنك عليه ويطمن باتي عليه يا رب، وكل هلا. ومعلم أنا مش عارف بشرة اليوم صيام في الغربة شوية هكي وعر على باقي الحلقات اللي كنا نحكو فيهن، اللي كنا نحكو فيهن هم مغتربين لأنهم هم حابين يكونوا برا، أو لأنهم يبوا يشتغلوا برا ويغيروا حياتهم ويشوفوا حياتهم. لكن أنت موضوعك يختلف 180 درجة. أيه. أنت مفروض عليك حتى تقدي بعيد على بناتك للأسف يا نجاة، وإن شاء الله ربي يجمعك بين قريب علي خير. أنا بصراحة مانيش عارف شنو نقول لك يا نجاة والله، يعني حتى الأسئلة يعني حيكون كيف قاعدة وبناتك في ليبيا، يعني كيف صايمة بعيد علي هالك، يعني والبيبي غزل صغيرونة قاعدة. قداش عمرها نجاة لما خليتها؟ لما خليتها 5 شهور، تبغى عمرها 8 شهور. صعب الموضوع. في الأول نجاة، قبل ما نحكي حتى على الظروف، طمنينا على تيم بعد العملية الكبيرة، واحكي لنا على ظروفها شوية. تيم اليوم الحمد لله، أمس واليوم الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله صحي من صحوه، يعني الحمد لله بدأ يتجاوب معي وعرفني وكذا. كان أول سؤال أسأله لي، علاش يا ماما جبتيني هنا، علاش رحتوا بيبرد
مش كذا يا روحي، فنبني شوية ضميري بس كل اللي مصلحته مصلحته يعني. طبعا طبعا بس مازال في مشكلة النظر مازال مرجعش، بس الدكتور قال لي انه هو لان العملية مازال جديدة، مازال العصب متورم، خلينا ننتظره بعد 10 ايام. طبعا احنا باش حتى نوضحوا للناس ممكن حتى اللي ما يعرفوش، نجاة هو عنده ورم يعني في مكان حساس في الدماغ، اي عنده ورم على العصب البصري وجاي في منطقة قريبة من الغدد، كان يعني غدد فصار له لخبطة يعني ملامس، صار له يعني مرض هلبة، صارت له تلخبيط في الصوديوم، نزل فجأة فخش في حالة وعي يعني. فكانت اليوم هذا أصعب من يوم العملية يعني، فات علي يوم عندك الحق، خصوصا انه هو فاق يعني فرحتي وبعدين رجع نتكس يعني من جديد بعدين رجع بس اليوم الحمد لله ربي جبرنا خاطرنا. نجاة الدكاترة شن قالوا لك؟ الدكاترة حاليا قالوا لي وضعها بالنسبة للوضع بالنسبة للهرمونات، قال نحاول حاليا نسيطروا على الهرمونات، وضعها في تحسن، في تحسن ملحوظ في حالته الصحية عامة، بس النظر خلينا ننتظره لأن العملية مازال جديدة ولازم يفوت معنا 10 أيام أقل شيء باش نديروا كشف للعيون نشوفوا هل الورم مسبب مشكلة للعين أو لا. يا رب إن شاء الله ربي يفرحك بي، إحنا طبعا مش حنخشوا في مواضيع الدعم ومني وراء وكذا، لا أنا لا بصراحة هو نبي سامحيني بس قصدي مواضيع كيف هذينا لازم نسألوا عليها. لا لا هي خلينا نتفادوها، هي بس خلينا نخش في مواضيع رمضان احسن هيك خير نجاة، لان هي لا انا قبل كل شيء حابه نوجه تحيه كبيره لكل واحد دعي لي تيم في الشهر الفضيل، ولكل وطبعا حتى السفاره الليبيه يعني قدم الدعم معنوي، يجوا يوميا يسالوا على تيم، يتصلوا يوميا يسالوا على تيم. حابة نشكر كل واحد ساهم في علاج تيم ماديا يعني هم مش شخص مش اثنين، مجموعة ناس يعني الحمد لله كلهم وقفوا معي بخصوص انه هو أشخاص يعني أشخاص يعني مش دولة مش شخص من فكلهم نوجههم تحية. تمام. أيضا الجالية الليبية اللي موجودة في إسبانيا ما خلونيش الحق يعني، مجرد ما سمعوا الحمد إن لله فيوميا يجوني زوار بارك الله فيهم فيه. فالحمد لله الحمد لله الخير يعني موجود نجاة، لكن قولي لي بعد هالسنين هذه وانت رمضانك من مكان لمكان، اما احسن رمضان او اقرب رمضان قلت والله تمنيت اني قعدت صراحه نقول لك على حاجه يعني توني لي 3 سنين بالنسبه لرمضان نقضي فيه برا ليبيا، بس ليبيا يا بشرى صح كل شيء ليبيا يعني لمه العيله ولمه الاهل والطقوس اللي في ليبيا يعني يختلف الوضع، كل يعني كل بلاد مهما كنت برا وكان كانت الظروف العامة كويسة، بس ليبيا يعني من ناحيتي يعني إن شاء الله السنة الجاية نكون بعد صغاري وحوشي ومعي مالية في ليبيا يعني. اي هو بالاخص السنه هذه زي ما قلتي نجات لي خصوصيتها ولي ظروفها شويه قاسيه عليك بحكم ابتعادك حتى على بنياتك، قبل ديما العيله كانوا مع بعض يعني مع بعض كنت انت وزوجك وبنياتك، يعني هذا ممكن يخفف شويه حتى موضوع مرض تيم وحتى يعني كل الظروف الصعبه اللي انت قاعده تمر بها سنين. بس واحد يقول الحمد لله وطبعا الحمد لله اكيد الحمد لله ربي هيك اراد يعني، اللهم الاعتراض على حكم. أنا والله نتمنى نجاة تفضل كل امتحان يا نجاة هو من ربي كلا من عند ربي والحمد لله يعني على كل والهموم دي ما جي على قدر العزائم يعني، وهذه حكمة من الله يعني. احنا والله احنا سعداء بجد يعني ان هالفرصة هذه في الشهر المبارك هذا ان الكل يدعو لتيم نجاة وان شاء الله ربي يفرحك به، وممكن هذه اقل حاجة الواحد يقدر يديرها لتيم ولدنا كلنا يعني مش ولدك انت بس، والحالة تمسنا كلنا يعني مش يعني اللي نشوفه فيه مع تيم ممكن في آلاف غيره، وانت طبعا انت يعني على علاقة بهلبة أطفال يعني ممكن مع أمهاتهم وكل اللي يعلقوا يا نجاة في صفحتنا حاليا يدعوا لتيم إن شاء الله ربي يشفيه وينظر في حالته يا رب ويطمنك عليه انت وباته يا رب يا حسام ان شاء الله ان شاء الله رب. شني حابه ممكن توجه ممكن حتى رساله او حتى معايده او حتى كلمتين ممكن حتى لعوائلتك في ليبيا نجاة تفضلي. حابه نوجه شكر كبير لماما لانها مهتمه يطول عمرها بناتي يعني اهتمام يعني كبير يعني تعبت معي مسكينه يعني في كل مراحل تيم رب يعني يطول في عمرها ان شاء الله يا رب يعني
وايضا نوجه تحيه لبابا كمان حتى هو يعني يجي ويقعد معي لانه هو مقيم في بلغاريا مش في ليبيا, فقعد معي حتى هو. فنكون نوجه لكل حد دعمني معنويا في مرض تيم, نقول له ان شاء الله يا رب يرده لك في ظرف احسن من النظام اللي انا موجوده فيه. وشكرا كل الناس اللي دعوا لي تيم, وان شاء الله ربي يتقبل منهم. أنا نتمنى أن اللقاء جاي هنا في بيت العيلة أنا وحسام أن تبشرينا وتفرحينا بشفاء تيم وعويناته في ألف خير ويشبحك بيهم إن شاء الله, وربي يفرحك بيه وترجعي تلتمي مع بنياتك إن شاء الله. نجاة أنت عزيزة وغالية وإن شاء الله نشوفك في أحسن حال إن شاء الله. يا نجاة يقدرنا الله ونحن نكونوا على تواصل معك ونطمنوا من خلال برنامج بيت العيلة ونطمنوا كل الناس في ليبيا على حالة طفلك تيم إن شاء الله. ويا رب يا رب من قلوبنا ندعو لتيم ان ربي يشفيه ويلطف به وينظر في حالته يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا نجد. شكرا نجاة. وأنا بصراحة نقول إن شاء الله ربي يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. ندعو بالشفاء لصديقتي نجاة, أيضا لصديقتي نجلة في الأردن, وأيضا حتى صديقتي عواطف في الأردن. إن شاء الله ربي يشفي ويخفف عليهم وكل مرضى المسلمين والمسلمات وكل من عنده مريض. ونحن شوية هكي فيه وجع أكيد طبعاً. في صيام في الغربة اليوم, لكن ممكن في وجع وفي أمل وفي أمل أكيد لله. في أمل إن شاء الله يا رب يشفي تيم ويشفي كل مرضى السرطان وكل المرضى يا رب. إن شاء الله ربي ينظر فيهم في الأيام المباركة ويشفيهم وينعم عليهم بالشفاء ويرجعهم لأهلهم طيبين وسالمين ويفرح بهم كل اللي يحبوهم إن شاء الله يا رب. أمين. توا عندنا شني ملوف حيكون عندنا ايه عندنا توا سبر, عندنا تقرير حنشوفوه على الملوف ونرجع نحكو أنا وحسام أكثر على الموضوع. النشاطات الثقافية في ليالي الشهر الكريم لها مذاق خاص وعندها جمهور كبير يتبع فيها. بعد صلاة التراويح يحلى السهر واللقاء بالأصحاب, وتتنوع النشاطات الثقافية في ليالي رمضان بين المعارض الفنية وسهرات الملوف والتراث والمحاضرات الثقافية في فضاءات المدينة القديمة في طرابلس. لما هدية طبعا كانت بإشراف مجموعة من المدينة القديمة, شباب خيرين أقروا أن هم يحتفلوا بفنان كبير كان لي صيتة في طرابلس, وهو الأستاذ الفنان بشير مليتي. رأوا هذه اللجنة أن هم يكرموه, وكانت لمة طبعا حلوة فيها مجموعة من المشايخ الملوف والفنانين, وكل سنة في رمضان يديروا في برامج طبعا ما زال عندهم كل جمعة إلى نهاية رمضان مجموعة حفلات, وهم مجموعة طبعا من المدينة القديمة يعني. Art Out معرض فني لمؤسسة ورق الثقافية عرضت لوحاته على حيوط الزنقة الضيقة في المدينة القديمة. الفكرة عجبت المارة ونالت اهتمامهم بمضمونها, وفي دار حسن لبقي حسن للفنون مايل عشاق ومحبي المالوف على نغماته وأدواره, هما حفظوه من موشحاته في سهرة فنية تراثية بدت بعد صلاة التراويح واستمرت لبعد نص الليل. أما الجمعية الليبية للأداب والفنون بيت نواجي ونظمت سهرة على البراغوز نوعت بين المحاضرة والعرض الحي لمشهد حواري لهذا الفن العريق. اخترنا المدينة القديمة لأول سنة لأن هي من البداية وجهة للفنون, ودي مثلا المعارض وكذا. مجرد مثلا اختلاف في البروجكت إن عادة المعارض أو النشاطات هذه تصير في مكانات مسكرة زي دار الفني, دار نواجي وغيرها. احنا نبغى نحاول نطلعوا لمكانات عامة باش إن المكانات العامة هذه تكون كبديل لعدم وجود مثلا دور عرض ولا جاليريز تستهدف مثلا فئة الشباب. نحاول نطلعوا من المود هذا والنمط الخاص بالحرب والحاجات زي هذه, فلهذا واحدة من الحاجات اللي احنا نطلع فينا من الأمور هذه اللي هي المعارض اللي زي هذه. زي ما تشوف يعني ان الشباب موجودين في كل مكان في شهر رمضان المبارك, يعني هذه حاجات تخلق الأمل ويعني تبث فينا حاجات كويسة والفرحة والأمور هذه كلها. ليالي الشهر الكريم معبية بالمفاجآت الثقافية والفنية لمحبي السهر, والمؤسسات الفنية تتنافس في ترتيب برامج ونشاطات,
والناس في ليالي رمضان زي كل عام بين الجولات في الأسواق والزيارات الاجتماعية. وفي ناس ما تفوتهمش المناشط الثقافية، لأن الثقافة تبقى ديما الحامية للهوية الوطنية ورابط بين الأجيال. مشاهدينا، كيف ما شفتوا معنا هذا تقرير عن المألوف والموشحات. وطبعا المألوف يعتبر هو أحد أنواع موسيقى الطرب الأندلسي، وهو مصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية المتصلة بمدائح الطرق الصوفية، وموجود في عدة بلدان مغاربية مثل تونس والجزائر وليبيا. طبعا حسام، لما نتكلموا على المألوف مستحيل ما نتفكروش الرائع حسن عريبي، أحد رواد الموسيقى والغناء في ليبيا والعالم العربي، اللي يعتبر فرقة المألوف والموشحات في الإذاعة الليبية بطرابلس عام 64. وطرابلس بصراحة يعني أنا قعدت فيها فترة طويلة بشرة، يعني تقريبا ممكن 3 رمضانات يمرن علي من 2009 تقريبا 2011. كان لازم في كل رمضان يكون فيه ليالي للمألوف، سواء كان في قصر الخلد قصر الملك في الظاهرة، سواء كان في مسرح الكشاف في طرابلس. فهذا من العادات والأسبار اللي تعودنا عليها، لازم يكون حي في طرابلس ويجتمع للفرق ويكون في مهرجان حتى للمألوف والموشحات في طرابلس. ونتمنى أن النشاط هذا يستمر في طرابلس وما يوقفش، خاصة أنه تميزت به مدينة طرابلس عن باقي المدن الليبية، واللي خدي طبعا اللي خلف مماته زي ما يقولوا، خدي المسيرة أكيد على والدة يوسف أكيد عربي، اللي نحييه برضو، اللي حاول أنه ما يموتش هل ممكن هالتاريخ اللي صنع والدة مع الفرقة، وإحنا نحييه أكيد. وكنا نتمنى أنه يكون معانا في حلقة، وإن شاء الله بإذن الله نحاول أنه يكون معانا حتى بعد رمضان إن شاء الله. في تعليقات بشرة على الفيسبوك على اللايف متاعنا، فيه راشد محمود دزلنا يقول: حبيت نشكركم برنامج بيت العيلة ونشارك معكم بهذه الكلمات، بعون الله الشدة تزول وفضل المولى علينا يعم، نتسامح والخير نطول، علي قصعة واحدة نلتم، حبايب ما فينا مغلول، قلوب بيضة للخير تهم، ننسوا ماضي كله هول، خوتو ياسرنا من الدم، مع بعض نشيلوا الحمول ومعانات الوطن تتم، الوطن اللي من حقه ينول، نهار ضاوي من بعد اعتم من خربشات أخونا محمد بالحاج. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله يا رب يزول الغمامة على ليبيا ويعم فيها الخير يا رب. طبعا العديد من الرسائل أيضا، ونقول صح لسانك أكيد صديقنا. عندنا تحية لأبلة نهلة أم صديقنا عبد الرحمن الصغير، نقولها أنستينا في بيت العيلة أكيد تشوف فينا، وخياتي يشوفوا في أمان حنان، نقولهم حنان طبعا اليوم روحت، نقولها الحوش مظلم اليوم، برغم ماما ربي يحفظها، لكن بنقص واحد يأثر الموضوع في الحوش يا رب إن شاء الله. أيضا أهل فنادي سوما الفنادي أكيد، وكل عائلة استاديو نصر فنادي أكيد، تحية خاصة ليهم خاصنا. في عندنا من الناس اللي بعت ملوكة، نقولها شكرا الروعة وجودك معنا وتواصلك. في عندنا إيد بإيد والخير يزيد قاعد يكتب في الأجوبة، نقولها يا ريت تبعتها عليه رقم الأسماس 99199. أم عموري مرحبتين بك يا أم عموري، سوما سماسم ربي يحفظك، باتو دينتيست صحة فطورك، تقول إله في المحبة صحة فطوركم، حنان حنونة يا رب نفوز إن شاء الله، خالد أبو ميار بارك الله فيك ويسلم على الكل، يقول منورين كلكم اللي عزوا كريفة فقرتك الحلوة، سناء محمد منورين. عندنا نشوى دروير ربي يشفي تيم، طبعا في هلبة لتيم. عندنا حسام ديو كملت ورصيدي سامحنا، مقام الصبا مستحيل نفوز البين كل يوم نشارك بإذن الله تشاركي. عندنا نور اسلام سوما سماس مقام الصبا النشوة ام امين قرة عيني، خالد ابو ميار محمد ليبيا ايمان عدالة نور الاسلام نور احمد بتو، وعندنا اماني عبد الرحيم عطية بارك الله فيكم هذو كلهم الاولين يدعوا بالشفاء لتيم. وعبد الرحمن عطية يقول شرفت بعمل تقارير ليكم ولعيونكم بارك الله شكرا فيك. لك علاء بوغرين او الاء بوغرين بارك الله فيك، برضو تدعو بالشفاء لتيم. سوما أحمد الرئيس بارك الله فيك،
عندنا نجمة تركي أبلة خيرية هذه من الإمارات تبع فينا. وعندنا أمونة الغرياني طبعا توصل تحياتها أبلة نجمة لكل عائلتها في طرابلس. تقول برنامجكم روعة يا ريت يستمر حتى بعد العيد, وتقول تحية لكل هالي في ليبيا استحشكم هلبة. وحتى احنا أمونة الغرياني متابعتنا من فرنسا, بارك الله فيك, قرة عيني, طلتك جميلة, بشرة عبيت مميزة برضو بارك الله فيك. هذه طبعا إناس مغتربة من سلطنة عمان. حلو. وفيها عندنا مشاهد برضو وصديق معتز الفارسي من كندا حتى هو يتبع فينا, فنحب نوجه له تحية له في كندا والكل هلا في ليبيا. أستاذ الهادي البكوش طبعا حين سعداء جدا 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 بتواصلك معنا وبرسائلك القيمة اللي احنا ديما نتعلموا منها. وأيضا أكيد. أبلة لطفية إبراهيم قلت شكرا لكل رسائلك اليومية اللي تبعتينا فيها, وسعداء بوجودك معنا. طبعا عندنا فيفي منوره حبيبتي من مالطا, بشرى تسلم, ابتهاج تسلم عليك واجد, تسلموا عليها. وهي دازة رسائل من ايام حلقة الفنانة هدى عبد اللطيف, توجه تحية للفنانة هدى عبد اللطيف, فتحياتنا لك يا ابتهاج, وشكرا على تواصلك, وشكرا لكل اللي متواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك, وبرضو حتى في صفحاتنا الخاصة. أنا نحب كل اللي يتبعوا في برنامج بيت العيلة ويبعثونا في رسائل حتى في الانستغرام. يعني ابو همام ايوب مقصود يسلم عليك, يقول تحية منطقة حشان وعين زارة, نسلم عليهم كلهم. احنا توا عندنا حسام استطلاع في شهر رمضان, طبعا شهر الخير والبركة, ولكن مع ارتفاع الأسعار اشتكت هلبة عائلات مؤخرا من صعوبة تأمين احتياجاتها. اليوم كاميرا بيت العيلة مشت لي جبلنا نفسها ورصدت آراء الأهالي حول هالموضوع, وجبنا لكم الاستطلاع الجاي. خلونا نشوفوا مع بعضنا ونردوا نكملوا معكم حلقة بيت العيلة. حكاية رمضان اللي حكيت لنا عليها في العهد الأول, احنا لحق جدودنا وأهلنا واحنا لحقنا عليها نفس الشيء, ناس عايشين على بركة الله ونعيش باللي موجود, ولا نقعد نرغبوا هذه كم هناش وهذه من نجيبوها وهذه مناش, على بركة الله عويشة بالصفاية ناكلوا فيها. من تسهر مع بعضها وتهدرز وتدير في الشاي وتدير في البسيسة وتمر ترموز وكل خير ميجود توا خلاص كل حد في حوشه بسلام. كالعادة طبعا جبلنا فوسة حالها من حال أي منطقة في ليبيا حسام. صح. موضوع الأسعار, وبيبعتونا دايما حتى مشاهدينا ياريت تتكلموا عليه, احنا مش أول مرة ومش تاني مرة ومش ثالث مرة, ولكن كل مرة من إمكان. نحن بس بش تكونوا على بينا قصدي, وكلنا نتفقوا في حاجة واحدة, أن نحن صوتنا أو دورنا أن نحن نوصلوا الصوت يعني, ومن خلال هالتقارير اللي تشوفوا فيها من خلال استطلاعات الرأي, وإن كان برنامج بيت العيلة هو برنامج كان للترفيه ولتغيير الجو على الناس في شهر رمضان, لكن برضو ما غيبناش هموم المواطن الليبي خاصة في قصة المعيشة وقصة غلاء الأسعار وقصة السيولة. فنتمنى أن الجهات اللي لها علاقة بالمواضيع هذين تأخذ الموضوع بعين الاعتبار وتهتم شوية بقصة توفير السلع وتنزيل أسعارها, خاصة من في اللي هم علاقة يا بشرة مثل صندوق موازنة الأسعار والجهات الرقابية, أنها تشقى شوية بالموضوع على خاطر هالناس اللي جايهم عيد وعندهم أكيد قرية لعيالهم يا بشرة, وعندهم التزامات ثانية في حياتهم غير أنه هو يبي يشري سلع وكال وشراب الحوشة. توا مشاهدينا نفكركم بسؤالنا لليوم اللي يقول طبعا مسلسل قلية وديمقراطية يقدم محتوى, واحد سياسي, اثنين فكاهي, ثلاثة موسيقي, والجائزة هي 1000 جنيه مقدمة من برنامج بيت العيلة وقناة ليبيا الأحرار, والجائزة الثانية هي كوبون مقدم من أسواق الياس للمواد الغذائية بقيمة 200 جنيه أو 200 دينار, وتقدروا تشاركوا, مازالت المساحة مفتوحة حتى نهاية حلقة اليوم, والسؤال قدامكم والخيارات قدامكم, بس دزوا رسالة على الرقم 99199 مسبوقة بكلمة عيلة, وتلحق بها أكيد الإجابة بالخيارات الثلاثة اللي قدامكم على الشاشة في الوقت هذا. الناس اللي تبعت برضو في الإجابة في صفحتنا على الفيسبوك نقولهم يا ريت تبعتوها على 99199. في أحد التعليقات برضو طايح فينا هيك مش عارفة شني, وانتو سعر الرسالة بدينار يعني مش رقم,
وحنا الحق يعني موضوع الناس تحكي عليه زي ما قلناه قبل موضوع قمار مقمار والعياذ بالله. احنا هذه فيها فتوى شرعية والحمد لله احنا مع يعني تقدروا تشاركوا انتم مطمنين من الموضوع هذا يعني مستحيلة يعني في رمضان عموما. على السريع بس فيه ليت بالي لا يبالي، تحية لكم وتحية خاصة لعائلة البوسيفي من مصراتها، كل سنة وأنتم طيبين. والله أسامة بن يونس يدز ديمة، فأنا نوجه لك تحية أسامة ونشكر اهتمامك ببرنامج بيت العيلة وتواصلك. منوري حسام وبشرى بيت العيلة، ربي يحفظكم. أسامة رحومة مغترب في الأردن، شكرا لك يا أسامة. وكل مغتربين اكيد احنا توا شنو عندنا، ناخذ فاصل ولا نكمل رسائل؟ ناخذ فاصل ولا نقرا شويه رسائل؟ اوكي نقرا رسائل. باخذ انت اقرا من هنا احسن. عندنا ونا واصل قريت من عنده السامة، انت تقدر تاخذي وتكمل. اوكي عندنا ميمونة، إن شاء الله ربي يوفقك ونشوفك في على المراتب. أمين. يا إسماعيل ربي يشفي تيم. أمين. رونقنا صباح الخير منورين، شكرا. سمية النجار شكرا. زينة الشريف ربي يحفظك. عمر مكحال شكرا. صحف طورك. ملاك سليمان منورة كعكة مدورة بالسورة شكرا. أسامة بن يونس من مغتربين من الأردن، طبعا هذا أكيد كان يحيي فينا تو شكرا. زهرة الله يفتح عليك. أميرة حسين اللون حلو ما شاء الله بوجودك شكرا يحلي ايامك. حنين الترهوني صح فطوركم كم لي انا بعتوا ما تقولوش في تعليقي ونفوت في طلعاتي على خاطركم. منوره بشرة طلعت هبلي اليوم حبيبتي شكرا. ام سيف تهبلي بشرة شكرا، كل سنه وانت طيبه. زهره متابعه من بلجيكا الله يفتح عليك، وكل تحياتنا لاهلنا في بلجيكا ما شاء الله. مروه ميلاد شكرا من ام ماريا الله يفتح عليك مروه حبيبتي. عندنا سلمى هبه تقول تحياتي لك بنت جبل نافوسة من تمزين، والله الأسعار مناسبة للجميع في مدينتنا بارك الله فيك يا هبوش. الماجدة ماجدة دمتم متألقين. سلمى بركة. حسام بشرة شكرا لكم. شكرا لكم. ليت بالي لا يبالي والله يقرينا لا توا عاجل ليبيا بارك الله فيك شكرا هذا دوقكم. زينة الشريف تقول مش حيجيبوكم على التي في اليوم، احنا موجودين على الاتش دي. نفس التردد هو يا بشرة نفس التردد، بس اللي عنده رسيفر اتش دي يدير بحث مرة ثانية حيطلع على تردد القناة اتش دي ويقدر يشوف برنامج بيت العيلة. اليوم كيف ما قلت لكم استثنائيا كان في مباراة لنادي الاتحاد والأهلي بنغازي اللي تبثها وتنقلها لكم قناة ليبيا الأحرار لكل اللي حابين يتفرجوا على الكورة. أنا عجبتني سالمة قالت بشا يا ريت تجي تمشي في بداية الحلقة باش نشوفوا البشت. صبي وريدهم بالله عليك. فيها بشرة فيها مشاهدين لبرنامج بيت العيلة، أنا نحب نحييهم، مديرين صفحة خاصة ببرنامج بيت العيلة، هم معجبين بالبرنامج، اسمها بيت العيلة بالإنجليزي 2018 على الانستغرام، فأنا نحب نحيي كل القائمين عليها ما ياخذوا في صور وينشروا فيهن على صفحتنا او على صفحتهم هم في الانستغرام. انا نبي نقول بس على موضوع البشتات وموضوع البرنامج باذن الله بعد رمضان حيكون متواصل معاكم بيت العيله بفقرات مميزه جدا جدا، حتى عندنا فقره خاصه بموضوع الستايل واللبس وكذا، حيكونوا معنا مصممات ليبيات سواء اللي لبست منهم اليوم. طبعا اكيد دنيا القصبي نحييها اتش دي طبعا دي جي ديزاين نقولها منوره شكرا شكرا، اليوم بشتراقي وحلو لونه والناس كلها اعجبت بيه يعطيك الصحة. ومازال في عندنا لا والله الحق يعني ما شاء الله على مصمماتنا حسام الله يبارك عليهم الحق للأمانة. عندنا أمونة الغرياني نبغى نقولوا حاجة بس احنا واجهين بشرى يسألوا يسألوا علي تقول على فكرة الأخ حسام من نفس جروب أختي عايشة الغرياني قسم الإعلام. المهم هي عايشة الغرياني نوجه لها تحية، ذكرتها عايشة أكيد كانت معنا حتى في المسرح مع الدكتور فيصل المقدادي. رهف محمد إن شاء الله هي إن شاء الله هي عايشة. رهف محمد منورة حبيبتي لأني أنا وانتي أحلى. محمد المشاي شكرا يقول تحية مني لعائلة محمد أبو العيد كلهم بيوع إن شاء الله. لا يا ودي يقول صحة فطوركم. فيها بس بشرى نحب نقول حاجة، أنا في واجدين يسألوا على برنامج بيت العيلة شن وضعه بعد رمضان، طبعا إن شاء الله البرنامج حيستمر بعد رمضان لكن بريك فترة هيك بسيطة وبعدين نرجع كيف ما قلنا لكم، بس التوقيت هو اللي مازال ما تمش تحديده بالضبط، هل يكون برنامج صباحي والله يستمر في العشية أو الليل مازال هذه لا ممكن ليل لا بإذن الله يا ظهر يا صبح. بشرى ما تبيش تبي لا لا يا صبح يا ظهر. نحن حنعطوكم إن شاء الله نديره هيك استفتاء ونسألوكم شنو حابين تشوفوا في برنامج بيت العيلة بعد رمضان،
والتوقيت اللي حابين كم انتم تفرجوا عليه في بيت العيله على شاشه قناه ليبيا الحراحه، خلوكم انتم جزء اكيد من برنامج بيت العيله، خاصه انكم انتم من بدايه انطلاق البرنامج كنتوا جزء رئيسي منا ومتواصلين معنا ديما، سواء كان من خلال النقد البناء متاعكم او من خلال شكركم لبرنامج بيت العيله ولقناه ليبيا الاحرار. نكملوا ولا الفاصل ناخذ فاصل؟ اوكي ناخذوا فاصل لان حتى الناس مش متملش حتى يعني لوك 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 لوك. زينب الدرسي، زينب الدرسي وجهوا لك تحيه من والله. برنامج بيت العيله، وان شاء الله انت واسرتك وهلك كلهم بخير، ونشكرك على تواصلك الدائم معنا، وهي تحب تحيي البرنامج وتحييك يا بشرى وكل طاقم برنامج بيت العيله، شكرا لك يا زينب. شكرا شكرا. فاصل ونرجو بعدها بدايه الساعه الثانيه والنجمه التونسيه اكيد نوال غشه. استمتع بالعطلة في أجمل الأماكن السياحية في العالم مع كيفالاي، عروض مميزة في أرقى المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والحمامات وبأقل الأسعار، باقات مميزة خاصة بالعرسان توفرها كيفالاي للسفر والسياحة، تشمل إقامات فاخرة وجولات، مغامرات سياحية، استقبال وتوديع بالمطارات. كيفالاي، العالم صديقنا. كيفالاي، العالم صديقنا. مذاق لكل الأذواق. بعد طول انتظار ورجاء بطرق الباب على عالم الإغصاب والإنجاب، عاد الأمل بحسن المرافقة والعناية الفائقة بفضل أحدث التجهيزات وأرقى الأطباء، أتت لحظة السعادة الخالصة وفاز الأمل. مستشفى الأمل بمصراتة، نزرع الأمل. شفحت البنت ولا تتجوزها؟ هذه نجوى، هذه نجوى مش نجوى، زلطة في نص ودنها يا أحمد. أنت هيك درستي، شو رأيك فيها؟ تحب، وأخيرا كنت من نصيبي. تمام الحمد لله، كويسين كل تمام الحمد لله. هي جنبك تسري عليها أكو مغادير أنا بيوة غير شني شكل زبنتي غلطي كنت هذا كله يا بعير. شد عندك، تشاهدونه يوميا على المائدة. لك يا أستاذ ممكن طلب بسيط تصغيرون لك البشرة. برافو. ممكن بعد إذنك تعاود السنة من الأول. بيني وبينك ما كنتش مركز، كان الشاي متوفى من 7 سنين هذه الطيارة في الدفن هيك. هاي بيني وبينك أنا عملية المرارة هذه مانيش حافظها. وحياتك ما صارت من حاجة، حاويات الأخرى اللي مليانة شاشة مية
يا راجل الجماعة اللي برا فاهمين شغلهم كويس. بالنسبة لموضوع الصلاحية وبلد المنشأ هذا دوا فارغة. يا رب قدرنا عليه فعل الخير يا رب. يقولك يا ابو هاند من كثرة الصقع ني خطم علي بطريقة مصر وين التليفونات تشتد بيدي. لا مش بتاعي بتاع البنت خذيتها. لا لا شدي منها تليفون بنت. لا عادي محجبة. مش تبوا جيش وشرطة؟ نبوا جيش الشرطة لكن قلنا مرور. لا فوتها فوتها كيف؟ قصدي عاد. وجيش تشاهدونه يوميا على المائدة. لقنا فاسوخ وعرضاوي يطير على بقع ميزتنا العين، امثال وبقالة وحكاوي بجزء جديد من مسك الليل. قريب يا الاحرار راني ناوي نشوفكم جملة على شاشتنا من تميه. تابعوني مسك الليل، تشاهدونه يوميا في التوقيت التالي. عندي فكرة مياه. شو رايكم بالفكرة متاعي؟ وهيكي تمام أمورنا. يبقى فارقة احنا فارقة وخدمة توا دق وسكات. أيا مدير كبير كل قلب زوجة بتاوي أنا ما عندي مرة. لا بس كده بس كده بس كل دول بزوجة بتاوي إلا ده ما عنده مرة. بس كده بس مش ما زين. يعطيك الصحة. ايه عرفتها شنو اسمها؟ عيال شمتها في خشبيني. تمينش خشيرة كبت عينيك. تمين جايبهم انت؟ كبت عمتي اللي ماتت قبل. قال الدكتور ضربوني بالبكلاوة. قال البكلاوة ده ما شفته من جهة اللازرة. جايبك يا قبيلتنا لحنينا. الجابينا تشاهدونه يوميا على المائدة. بلاد الكيف بلاد الجو الجو. هذا الحصة اللي قلت لكم عليه زرتم معه راي فهمتوا حاجة ولا شو صار؟ قرام على أصحابه بلك ربي يديهم قبل خصيت تمشي بلاد مية. النار لكم. اللي كان عشبي اللي مات هذا عادي يعتبره من الشهداء واكتب له وصيت على صورته وعلقها يا راجل. هل أنا أملك كل شيء؟ فهرجني معاقة يا ولدي. وبالله عليكم ورحمة والديكم يا أولاد فكونا من الإشارات اليدوية الهدامة. أنت قل الأسلوب. انزل. اي حني اي يسار عاد اي اي بي 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 بلاد الكيف بلاد الجو. كيخلاند تشاهدونه يوميا على المائدة. مشاهدينا مرة ثانية رحبوا بكم وين ما كنتوا في برنامج بيت العيلة ومستمرين معاكم. وحتكون أكيد ضيفتنا اليوم هي النجمة نوال غشام بشرة. طبعا واجدين يسألوا على المسابقة صح. وآلية المشاركة في المسابقة. عندنا مسابقتين طبعا، المسابقة اليومية والمسابقة الأسبوعية. المسابقة اليومية كيف ما قلنا لكم واللي حتطلع توا على الشاشة، وسؤالها عن قلية والديمقراطية. شنو يقدم مسلسل قلية والديمقراطية؟ ريت الشباب في الكنترول يحطوا لنا السؤال على الهواء. هذا هو السؤال، تقدروا تبعثوا برسالتكم على الرقم 99199 مسبوقة بكلمة عيلة وتختاروا واحدة من الإجابات. هل هو عمل سياسي أو فكاهي أو
موسيقي. عندنا شكر للمخرج والممثل الأستاذ عبد السلام التركي اللي هو طبعا يتبع فينا ويبعث في تعليقات نقول له شكرا بارك الله فيك وإن شاء الله تكون ضيف من ضيوف حلقات بيت العيلة. صهيب بوزيد بارك الله فيك شكرا. شوشو عبدو ربي يحفظك حتى أنت. محمد البسكري شكرا على النصيحة أو الحكمة. باتو دنتست لايف يفصل النت ضعيف نبو حلقة على قناة ليبيا والله موجودة هي راو على الاتش دي مش على الاس دي. هو باتو بس إذا كان عندك ريسيفر اتش دي سمحنا أنت تقدر بس تعاود تدير بحث من جديد من على نفس التردد اللي تلقاه في صفحتنا على الفيسبوك وإن شاء الله يطلع لك بث القناة اتش دي وحتشوف برنامج بيت العيلة من التلفزيون. وسامحنا أو سامحينا مش شكل بنية والرسائل راحوا وين طبعا ديما صهيب العجيلي اهل الرسائل. صهيب العجيلي خليه مفتوح تو ايه مفتوح. صهيب العجيلي يقول ان شاء الله ربي يحفظك يا بشرى ويحفظك حسام ويحفظ كل فريق برنامج بيت العيله. انتم منورين القناه ومنورين البرنامج. شكرا لكم والله الف تحيه ليكم ومنورين وربي يحفظكم. من محمد العربي شو تقول لك تهب لي يا بشرى هيك قريتها هيك كيف ما مكتوبة جود الأجواد تقول مرحبا. أبو همام يوجه تحية لقوة الرادع الخاصة في طرابلس وكل زملاء كيف ما قال هو نوجه لك تحية ونوجه لهم تحية وكل هلنا في طرابلس أكيد بشرى نوجه لهم تحية باهي نحن باهي مش مهم إلى أن تكون ضيفتنا جاهزة وتكون معنا في الاستوديو الفنانة والنجمة التونسية الليبية نوال غشام بحكم أنها هي ما شاء الله يعني تاريخ طويل مع الأغنية الليبية ومع الكتاب والملحنين الليبيين. أسامة رحومة مرة ثانية يقول بصراحة برنامج بيت العيلة روعة وأنا وكل عويلة نتفرجوا عليكم إن شاء الله. يا ربي يا بشرى يقدرنا الله على إن نحن نحافظوا على مستوى برنامج بيت العيلة كيف ما حبيتوا أنتوا ونحاولوا مرة ثانية إن نحن كل فترة نطوروا في برنامج بيت العيلة بما يليق بمستوى المشاهد يا بشرى في ليبيا. يا رب تحياتنا أكيد لكل من يسمع فينا أيضا في الجفرة خاصة في هون وعائلة أحمد السطان نقولهم منورين أكيد. وعندنا مفروض إنه يكون في الأيام الجاية برضو سبوت عليه سبر الهوانة في شهر رمضان بإذن الله قريبا إن شاء الله حتشوفوه في بيت العيلة. إحنا توا نشوفوا طبعا واجدين تربوا على صوت نوال غشام في ليبيا وسمعوا كلمات لشعراء ليبيين غنتها الفنانة والنجمة التونسية الليبية كما قلت لكم نوال غشام وألحان برضو ليبية نقلتها معها لتونس وبرضو حتى عربيا نوال غشام أخذت معها الأغنية الليبية. خلنا نتفرجوا على كليب لنوال غشام ونردوا باش تكون معنا في الاستوديو. خلوكم معنا. I'm not afraid.
غوالي وهلبة هلبة هلبة أغاني اليوم هلبة وبرشة حنحكوا اليوم مع أكيد النجمة التونسية نوال غشام. صح فطورك. صح فطوركم. صح شريبتكم الكل. أنا سعيدة جدا جدا أني نكون معاكم اليوم في برنامج بيت العيلة، وسعادتي أكبر لأني عندي تقريب سنوات ما طلعتش على تلفزيون ليبي مهما كان يعني. شرفتي. فهذه كان بالنسبة لي أنا فرحة كبيرة أني نقابل الجمهور اللي طبعا عزيز على قلبي أكثر من اللي تتصوروا في ليبيا، ونحب نحييهم الكل وإن شاء الله رمضان مبروك وقريبا عيدهم مبروك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نوال غشام تعودنا على صوتك في ليبيا من الثمانينات لله. تغني في ليبيا. لا التسعينات. الثمانينات كبرتني عاد شوي. نهاية الثمانينات يعني. يعني أول مرة أنا سافرت، لا أول مرة سافرت ليبيا كان سنة 90 بالضبط. كانت يعني دعوة من الشاعر عبد الله منصور. وأول ما غنيت غنيت غوالي. غوالي. طبعا خذت نجاح ساحق يعني في تونس وفي ليبيا وعديد من الدول العربية، وبعدها تتالت رجيت ولا يا حبيب العين وغير الأغاني القومية وبرشا يعني أغاني مجموعة وغيبت وبلا معاتبة ما شاء الله يعني أغاني. شوفي إن الأغنية الليبية لقيت رواج وجمهور في تونس يعني تو في ليبيا من غوالي. من غوالي هي أول ما 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 أول أغاني اللي لقت رواج طبعا في السنوات الأخيرة، إنه في سنوات يعني قبل في الستينات كان في أغاني العليا بالضبط وسلاف وزهيرة سالم، لكن بعدها صارت تقريبا معناتها كت وبعد رجعت بعد ال 87. طبعا أنا كان عندي أول ما رجعت سلم عليك العقل طبعا الفنان الراحل اللي نحب نرحمه عليه في الايام المباركه هذه، يعني هو كان بالنسبه لي انا فنان كبير جدا طبعاً. جدا جدا وافتقدناه يعني احنا في تونس افتقدناه كما انتم في ليبيا افتقدتوه. يسلم عليك العقل وبعدها غوالي على طول، يعني غوالي خذت نجاح كبير بشكل ما علاش الاغنيه التو لليوم انا غوالي مطلوبه عندي في الحفلات. علاش الاغنيه الليبيه قريبه في تونس ويحبوا يسمعوها يعني؟ على خاطر ليبيا وتونس راهو احنا يعني قراب لبعضنا بشكل ما نتصوروهوش. ليش؟ لانه قليل جدا انه معناتها فما عائلات ماهيش متزوجه من ليبيين او ليبيين متزوجين من توانسه. هذا من قديم الزمان يعني نحكي لك مش من حتى شيء حديث. ارتباط اجتماعي يعني. ارتباط اجتماعي، ارتباط في التقاليد، ارتباط في العادات. الجنوب التونسي تقريبا عاداته وتقاليده كلها ليبيه، في اللبس، في الاكل، في كل شيء، في الكلام، في اللهجه، في كل شيء. يعني انا بالنسبه لي انا عادي انه يكون بالنسبه لتونس الاغنيه الليبيه والكلمه الليبيه والايقاع قريب برشا لينا ويحبوه. يحبوه لانه تحسوا حاجه اصيله متاصله قريبه منا، فيه ترابط يعني خفي ما نعرفوش، لكن فيه ترابط حلو بيننا. بس تو على الكلمه الليبيه واللحن الليبي والاجواء لا الليبية. شوف انا لي زمان ما مشيتش ليبيا صحيح كويس لكن من 2010 وان شاء الله نتمنى انه نرجع ليبيا ونرجع في ظروف طيبه وظروف جميله وامن ونتمنى يعني. وربما كانت عندي والله كانت عندي دعوة قبل رمضان إن شاء الله هي تأجلت، لكن إن شاء الله تتم في حفل كبير في بنغازي. وأنا تمنيت أنه تصير الحفلة لكن الظروف الأمنية اللي صارت قبل رمضان يعني الحادث الإرهابي اللي صار عطل طبعا ما نقدروش نعملوا حفلة وناس طبعا استشهدوا كذا، فقلنا يمكن بعد العيد وإن شاء الله إذا كان تمام كله. لكن بالنسبة للأغنية اللي بيها أنا جت فترة طبعا الظروف والأحداث واللي صاير في ليبيا وكذا وكما صار في تونس وكما الكل فنيا كل شيء وقف يعني. صار دروب يعني صار كل شيء وقف، لكن بعدين في تقريب 2014
بديت ننزل في أغاني أخرى. كانت عندي بعض الاقتراحات من شركة ليبية والمنتج نحب نحييه صديقنا طارق الخباشة، أعطاني يعني وفر لي أغاني وسجلناهم طبعا تسجيل في ليبيا لكن الصوت في تونس. وغنيت أغنية اسمها العيب عيبك، أغنية جميلة جدا. غنيت لين نموت، غنيت العزيز وبيني، وذية نقول لك أغاني رو خذت نجاح في تونس زاد. حل. يعني خذوا ما شاء الله الحمد لله، معناتها إلى جانب أغاني أغنية أنا نعتز بها برشا اسمها سحابة صيف، هذه أغنية تحكي عن المصالحة، تحكي على لم الشمل بين الليبيين الكلهم، وأنا هذا اللي نتمناه أنه كل الليبيين وتبقى ليبيا دائما موحدة، وتبقى ليبيا دائما يعني ليبيا اللي نحبوها واللي نتمناه أن تكون على طول في أمن وأمان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ارتباطك بالليبيين يعني يفرح الليبيين لما تتكلمي بهالوفاء هذا يعني طبعاً بالنسبة طبعاً لليبيا وللكلمة وللحن وكل شيء. هو مش مزية بالنسبة لي أنا، ليبيا شفت فيها أحلى أيام، وشفت فيها محبة، وشفت فيها تشجيع، ولقيت ناس احتضنتني، ولقيت ناس حبتني. يعني ما نقدرش ننكر في ناس يعني جحدت صحت ونكرت يعني حتى بدايتهم. أنا هذا أصلي يعني، هذا أصلي وهذا بارك الله لا بالعكس على رأسي، لأنه أنا بالنسبة لي أنا معزتي ليبيا معزة كبيرة يعني بالحق، معناتها في معزة خاصة لهالبلد، ونحس أنه بلد خير وأرض طيبة، وأكيد بشترجع يوم الأيام ونرجع ليبيا وحدة واقفين وفرحانين ونغني في طرابلس وفي بنغازي وفي الشرق وفي الجنوب في كل مكان يعني. إن شاء الله هذا نتمناه بقدرة الله. ردوا شوية لأيام زمان بداية نوال في ليبيا، يعني خطوة تعتبر جريئة أنك أنت مثلا تغني ليبيا، شنو اللي دفع نوال في فترة من فترات أنها هي تخش ليبيا وتغني ليبيا؟ يعني هل ارتباط مثلا نوال تسمع في الأغاني الليبية أبداً في تونس زمان ولا كان في حد شجعك؟ قبل ما نمشي ليبيا أنا مشيت ليبيا عمري 18 سنة إن شاء الله. يعني أي كنت في بدايتي، يعني أنا بديت عمري الفني بديت تقريبا نغني عمري 14-15 سنة توا من سنة فاتت يعني بعدت شوي سنتين فبعدين لما جتني دعوة من الإذاعة الليبية كانت سنة 90، كان عمري 18 سنة تقريب، وسافرت أنا طبعا ما عنديش صغيرة يعني صغيرة بديت جدا يعني حتى صوري لما تشوفهم في استوديو في طريق الشط في طرابلس في الإذاعة كانوا يعني صغيرة. معناتها وقتها جاني عبد الله منصور وخليفة زليتني وقدموا لي أغنيتين، أغنية كانت وطنية على ليبيا ماشيين في دروبنا اسمها وجميلة جدا، وأغنية ثانية كانت غوالي. ونتذكر لما غنيت أنا ما كنتش نسمع ليبي، يعني اللي نعرفه في الليبي حاجة بسيطة كانت يعني سهلة عليك اللهجة من البداية؟ لا في ساعة يعني في ساعة خدت عليها يعني بسرعة بجد بحاجة غريبة كأني عايشة في ليبيا من قبل. فلما غنيت نتذكرها كما اليوم، كنت نركب في الصوت ونغني في غوالي ونبكي يعني عبد الله مصري يقول لي خيرك شفي فما ليش كان هو فاكرني عندي هاي مشكله. قلت له لا مش عارفه، عندي احساس انه الاغنيه ذي الكلام واللحن خذوني بعيد، مش عارفه بالضبط يعني هذيك نذكرها معناتها كانت حتى في تصوير الاغنيه وبعد صورناها في والله نتمنى نلقاها تصوير، يعني نتمنى انه نلقى يعني تصوير النسخه الاصليه لا صعبه يعني كانت عندي في اش اس وطبعا ضاعت من زمان يعني زمان قديمه يعني هذيك نتذكرها كنا صورناها في جنب الساحه الخضراء وجنب النافوره نتاع الميه وكانت ببساطتها لكن بعفويتها وعندها يعني طعم خاص عندي انا ذكرى جدا جميله. قاعده عندنا شباب اغنيه غوالي في الكنترول يا الله نشوفوا منها شويه هيك اذا كان قاعد عندي كم فيديو يعني صوت بس صوت بس تمام باين يعني نسمعه شويه هنا صوت بس صوت في الاستوديو شباب يا
من تقولي غوالي؟ ردينا بكلاوة غوالي كثير. الغوالي هم الناس اللي حبتني والناس اللي شجعتني وكل الفنانين اللي وقفوا معايا، شعراء ملحنين. بس هالجمهور ديما على شط الجفاه مركبهم. اي ما هو ديما هي الغوالي ديما قد ما تحب غوالي قد ما يهرب عليك اكثر. لكن لا ان شاء الله ديما موجودين ان شاء الله يعني. يا رب وانت غاليه علينا بجديات وانتم اغلى اليوم والله وانتم اغلى بجد. يعني نحن حبينا ان نتذكروا علاقة نوال غشام بليبيا وبرضو طبعًا. الأغاني اللي غنتهن نوال غشام من كلمات ليبية وكان طبعًا. هيك في ارتباط بين ليبيا وتونس. هو نوع من التكريم ويعني نوال بجد يعني مع حفظ الألقاب انت قامة حتى يعني في تونس ولا في ليبيا ولا حتى في الوطن العربي. لو حتى نتكلموا ممكن حتى على الأغنية التونسية ممكن. أنا نحب ديما نشوف حتى التعليقات حتى في الصحف العربية ولا التونسية ممكن في هلبة ممكن يقولوا نوع من الانتقاد، يقولك ممكن ما لقيتش حالها او نفسها في تونس فلقيت ممكن هلبة ناس فتبنتها ليبيا يعني اكثر شيء. لا هو انا طبعا ليبيا جاتني في اول بدايات يعني حظ اني دخلت ليبيا وحبوني الشعب الليبي. بالعكس يعني انت بدايه في ليبيا مش في تونس؟ لا البدايه في تونس. لا انا بالعكس في تونس بدات صغيره عمرها 14 سنه. ايه غنيت اول اغنيه اخذت نجاح في تونس قبل ما نوصل ليبيا كانت غناية العزام وغناية ما فيه ما نتذكر. وغناية ما فيه ما نتذكر هي اللي منها هي تعرفوا عليها يعني في ليبيا وناداوني يعني وقتها ما تم دعوتي. كان شريط جميل جدا وقتها ونزل وخذ نجاح كبير. حلو. ومن بعد طور طبعا الانتاج وعملنا اغاني مصريه وعملنا اغاني يعني ما شاء الله يعني. حلو. احنا بنحكوا على الفتره العربيه بشرى. حنحكوا على الفتره العربيه لكن انت عندك هيك قصه صارت وعمرك 14 سنه. في بداياتك نحن خلينا نشوفوا شويه مع بعضنا الفيديو ان شاء الله خير لقيناه في اليوتيوب نحن ونشوفوا مع بعضنا. لينا ممكن نسمعك الان مباشره؟ ها شفتها لينا؟ والله اخترت لكم مقطع من غنية ميادة الحناوي. انا اعمل ايه؟ تفضل. انا اعمل ايه لما تنده لي عيني؟ انا اعمل ايه لما تنده لي عيني؟ طب اعمل ايه لما تنده لي عيني وما حس بدقة قلبه لما ايدي تلمس ايديه؟ انا اعمل ايه؟ الله من احلى الاغاني. الله الله ماني طول وريدي. الله 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 الله. هذه من الأغاني اللي توجعني أنا بصراحة. بديتي صغيرة. ليش الوجع في أغنية حلوة؟ أغنية يعني. الوريد بالنسبة لي أنا أغنية تعبر عن وجاعة كبيرة يعني. الشاعر كان كلام قوي. كلامها قوي واجد. جدا. صح صح. وكي نسمعها وحتى اللحن متماشي مع الشجن في الكلام يعني. انتقدوها واجد الأغنية خاصة في مفرداتها اللي فيها انتزاع الوريد وفكة الوريد. هو قاسية. هي قاسية وحتى كي غنيتها أنا في الأول ما كنتش فاهم الكلام. يعني قلت يعني كل مقطع طبعا الشعر على الكيلاني كنت أقول له فسر لي ايش معنى الكلام شو المعنى. فهو اللي انا اقتنعت به في الاخير انه الفكره انه الانسان لما يكون طيب زياده عن اللزوم
يتوجع برشا في الحياة. وصح هذا الإنسان لما يكون ما يبداش عنده حد يعني كثير الناس تضحك عليه وكثير الناس توجعه وكثير الناس يعني توجعه في 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 مشاعره. فهو يقول لك أنا القلب الطيب هذا يا ريت نقلعه يعني مش حتى نحيه نقلعه بغل يعني نلقى دامي دامي يدخل على قلبي بمخيط حامي بمخيط حامي. هو قاسي قاسي جدا ايه. ولما غنيتها في النسخة على صدام حسين طبعا أقصى وأقصى ولكن كانت في نفس الوقت ذيك كانت بالنسبة لينا يعني حسيتيها أكثر يعني ملحمة كبيرة لأنه جيت بالضبط سجلناها قبل العيد الثاني يعني الذكرى الثانية اللي استشهد صدام حسين. ولما غنيتها طبعا يذكر فيها الخيانات ويذكر فيها أولاده اللي ماتوا وابنه الشهيد ويذكر فيها أنه هو فرحان أنه استشهد. يعني أنا بنغني الكلام كله على لسان صدام على لسان صدام بعد وفاته يعني فلسفة فيها القصة يعني. وأنا بالنسبة لي أنا من الأعمال اللي نفتخر بها بصراحة. يطول وريدي لقيت رواج واجد في ليبيا وكبير وصلت في تونس طبعا لا صعب كلامها هي طول وريدي النسخة اللي على صدام أخذت نجاح هذيك أخذت نجاح لكن النسخة الأصلية اللي هي اجتماعية وعاطفية لا ما فهموش الكلام صعب يمكن في الجنوب يحبوها ويطلبوها لي لكن في المنطقة الشمالية الأغنية اللي غنيت على صدام هذيك أخذت نجاح كبير برش لأنه ذاعت كثير أيام العيد وقت اللي نزلناها ذكرى محمد الله يرحمها. الله الله رفيقة كنا يعني منافسة كبيرة بيني وبينها ورفيقة في الحب في هالكلمات صح طبعا هو في كنت منافسة يعني كنت أنا وهي هي طبعا متبنيها على كيلاني وأنا متبنيني عبد الله منصور وأنا نحب نعمل أحسن وهي تحب تعمل أحسن ولكن كان في وكنت قابل نحب بعضنا جد الحمد يعني لله كويس يعني كنا عنا منافسة كبيرة بس على الفن على الكلمة الحلوة افتقدناها صديقات صديقات من قريب كنت جدا الله لا يرحمها غابت بدري صوت عظيم يعني غابت بدري جدا غابت بدري الله يرحمها ذا يقدر الله لكن افتقدناها معنى الوطن العربي بالحق وقت اللي هي لقت نجاحها والأيام زهيت لها يعني ربي حب هكا افتكر الله واللي يحبوا ربي يفتكروا يعني احنا من اعتراض لكن بجد يعني قاعدة هذا ياخذنا استاذة نوال لان تونس غنية بالاصوات يعني وتونس يقدروا الفنانين فيها انهم هم يغنوا جميع اللهجات صحيح العربية صحيح يعني نوال اكيد الراحلة ذكرى محمد وانت اطول عمر استاذة نبيها كراء وغيرها من الاسماء صح اللي صح غنت وقبل وتوا مازال في اجيال أكيد جديدة تطلع أكيد من تونس. شنو السر في تونس؟ شوف احنا تونس ما هو في الاخت يعني حتى تاريخيا بلد مختلط يعني من كل الحضارات يعني في تونس تلقى اللي الأصل تركي وزي مثلا هو اللي أصله من الجزيرة العربية واللي أصله يعني أمازيغي واللي أصله أمازيغي واللي أصله من مصر واللي أصلهم الأندلس والمغرب وهذا فتحس في اختلاط كبير وعنا كانت غزوات كتير من فهم إحنا تركيبتنا تشبعت مليبت بالضبط فإحنا من نوع اللي نتأقلموا مع كل اللهجات يعني أنا ممكن نغني لك خليجي تقول هذه خليجية ممكن كي نحكي مصري تقول هذه مصرية ومش أنا وحدي يعني كلنا بصفة عامة يعني الفنانين خصوصا الفنانين الوتريين وإحنا من نوع اللي نسمعه كتير يعني من إحنا صغار
نسمعوا كل تربوا على الموسيقى على الموسيقى الشرقيه ام كلثوم عبد الوهاب يعني الادوار ونتربوا على المالوف الاندلسي نتربوا على الاغاني الخليجيه اللي هي من زمان يعني محمد عبده طلال مداح الناس يعني وذنا تعودت على اللهجات فبالنسبة لنا احنا بعد كي باش نغنيه وحاجة عادية سهلة يعني بالنسبة لنا طيب احنا نبوك معنا بس تشوفي هالبطاقة هي نوع من تخليد لبعض الراحلين والقامات الموسيقية في ليبيا او الاعلامية او غيرها نشوفوها مع بعض وبعدين حابين تعليق نشوفها مع بعض حسن. الراحل محمد حسن باش نغني له غناء لانه شنو حبيتي له محمد حسن اكثر شيء برشا نخي نعقلي دليلي نعقلي دليلي من اقوى الاغاني اللي غني منها ونعقلي دليلي نعقلي دليلي وانت في عقلي الدليل نعبر سبيلي ونعبر سبيلي وانتي وقفت الرحيل وانتي وقفت الرحيل نعقلي بالصوب يخبل نعقلي للصوب يخبل وانتي للصوب موانية وانتي للصوب موانية نعقلي بالموج يهدد نعقلي بالموج يهدد وانتي للموج شواطية وانتي للموج شواطية قوي مش دافة نا عقلي قوي مش دافة زهيبة ولافة نا عقلي زهيبة ولافة ونا عقلي دليلي هنا عقلي دليلي وانتي في عقل الدليل نعبر سبيلي ونعبر سبيلي وانتي وقفت الرحيل انتي وقفت الرحيل انتي وقفت الرحيل الله عليك ربي يعطيك الصحة منورة والله هي يعيشك يعني محمد حسن محمد حسن انا بالنسبه لي انا قامه يعني وهرم وركيزه من ركائز الفن الليبي كيف كانت علاقتكم كان صديقي جدا ويحبوا برشا هو جدا يحب تونس ومات في تونس وانا حتى في طبعا انا كلمته قبل ما يتوفى بشويه وحكينا مع بعضنا كثير وبعد معناتها الله غالب الحاجه الوحيده رغم هالمحبه هذه والصداقه لكن ما جاش نصيب اني خديت مع عنده ما كانش فما نصيب الله غالب لكن ربما لو كان طبعا العائله يسمحوا لي انا نحب نغني له اغنيه ونسجلها خاطر بالنسبه لي انا محمد حسن قعدت لي يعني حاجه ناقصه في مسيرتي الفنيه اللي بي لانه
فنان كبير برشا وانا نعتز به جدا جدا جدا. هذه دعوه اكيد لاسره محمد حسن طبعاً. اعاده احياء ممكن بعض من اغانيه اكيد. وانا انا حتى في يتفرج علينا توا تحياتي لفتحي طبعا صديقنا وهو شوف انا حتى في حفلاتي الصيفيه حطيت في البرنامج تكريم لروح محمد حسن، يعني موجود عندي في البرنامج في كل حفله باش نقدمها لازم نعمل على الاقل ثلاثه اغاني ميدلي مع بعضهم تكريما لروح محمد حسن. وبرضه هو محبوب حتى من الجمهور التونسي طبعا يعني طبعا يعني ناجح يحبوا له سلم عليك العقل ليش بطا كثير يحبوها اي طبعا محبوب في تونس جدا يعني. لو نجوا لمرحله نوال غشام عربيا نحسوا ان انت مشيتي بدايات جدا جميله وكويسه بس طويلة. بعدين صار ستوب صح يعني ما عادش كملتي ليش؟ شو المشكله؟ هو اول شيء انا كان عندي الحق الحظ كان ماشي معايا ممتاز يعني في الاول وتعاملت مع كبار الملحنين ان كان في اغاني مشتركه كلمات ليبيه والالحان مصريه او مصريه تعاملت مع بلي حمدي سيد مكاوي صلاح الشرنوبي محمد علي سليمان مجموعه كبيره يعني ايه الحمد لله في الخليج تعاملت مع ايضا دكتور خالد الشيخ اللي نعتز بصداقته كثير وكتب لي معتها الاغاني شعراء كبار الشاعره هتان اللي هي من اكبر الشعراء في السعوديه وايضا محمد بن عبد الله الفيصل اللي كتب مجادير غنيت له أغنية. لكن الحظ بعد صارت لي مشاكل عائلية وكانت مشاكل خاصة جدا يعني كان عندي والدي وأنا متعلقة بوالدي جدا وبعد ما طلعت الأغاني طبعا آخر ألبوم كان مع صلاح الشرنوبي غنيت ابعد وطولت بالي عليك واغاني كثير معناتها خذيت نجاح حتى في مصر وحتى في تونس وكل بابا كان يعني مرض ودخل المستشفى وكانت عمليه كبيره وانا رجعت لتونس بس لاني ما حبيت نقعد يعني حسيت خفت انه بابا يرحل وانا نكون موجوده في الغربه وبعدها خلاص انا قعدت في تونس ولت بالنسبه لي انا صعيب انه نعاود نرجع لمصر ونعاود كل شيء من الصفر وبعد رجعت طبعا قعدت مده والله يرحمه بعد هو مده توفى يعني رحمه الله عليه الله يخليك يعيشك تعيش وبعدها طبعا قلت توا خلاص معناتها لازمني نعاود من الاول من الصفر نبدا في مصر قدرتي اطلع فقعدت في تونس واهتميت بالاغنيه التونسيه وطلعت برشا اغاني تونسيه طبعا واشهرهم غنيت عيدي يا لالا اللي ماخذ نجاح كبير صح. برشا في تونس وبعدها تتالت الاغاني طيب ما ندمتيش على هالفتره هذه الطويله اللي قعدتيها بعيده على شويه ايه؟ شويه ندمت لاني ما كنتش قويه اكثر من بالضبط لان يعني كنت الموضوع كيف هذا يبي عزيمه ويبي يبي عزيمه صحيح يعني مرات تدفعي الثمن علاقاتك حتى الاجتماعيه بي صح. باش انك انا مشكلتي هذه كانت القصه اني انا عاطفيه زياده على اللزوم انا وعلاقتي ببابا كانت علاقه كبيره وانا اصغر اخواتي فانا بالنسبه لي انا كنت يعني كنت عندي بالنسبه لي انا كل شيء عادي من اهم شيء اني نقعد بحذا بابا يعني هو مريض انا بحذاه لكن بعدين طبعا حتى بعد لما والدتي طبعا والدتي ما عندهاش فتره ملي توفيت تقريبا سنتين ونص الله يخليك فكانت هي توصي فيا ذكرها حتى وهي مريضه يعني فتره المرضى توصي فيه تقول لي رد بالك ضيع شغلك ما حبيتش ترجع يعني ترجعي نفس الفتره زي ما عملت مع ابوك يعني تقول لي لا يعني حتى مهما يصير في اوقات معناتها خلاص وبعد تسكر وتكمل طريقك يعني كانت توصي فيا ومشيت بتوصيتها والحمد لله يعني وتوا وين في الساحه العربيه نوال؟ ما تفكريش ترجع يعني؟ انا راجعه من عندكم انتم راجعه ان شاء الله ان شاء الله لا هو صح يعني في طبعا كلام في طبعا كما قلت لك انا تو قاعده نرجع للعلاقات يعني والوضع تغير وفي حتى في الوطن العربي كانتاج وكذا ما عادش كيف قبل يعني ما عادش كيما قبل قبل كانت شركه انتاج تنتج لكم مش واضحه القصه تو تبدلت تو فما يوتيوب وتو فما صح. على السوشيال ميديا اكثر والسنجل رايج اكثر والسنجل رايج في يعني تغيرت الاوضاع فاحنا قاعدين لازمنا ندرسوا التغيير اللي صاير وكيف تتعاملي معاه
وكيف ممكن تدخل طبعا للشباب الناس اللي جيل اخر هذا لازم يسمعك ومع محافظ على الستايل نتاعك وعلى القيمه الفنيه وكذا، خاصه ان التطور في الاغنيه سريع قاعد يعني ديما في جديد، ديما في جديد ولازمك ديما تنتج. يعني الانتاج لازم يكون متواصل، يعني تقريبا كل شهر شهر ونص تبدي شهرين حتى لازم سنجل. تغني بالضبط تعمل غنية جديده، فهذا يعني تحب له مش وقت، لا الوقت موجود لكن تحب له بس انتاج ماديات يعني باش الانسان ينتج، وان شاء الله ان شاء الله خير. يعني معنا ممكن نشوفوا اقامتك حتتغير من تونس لقاهرة او بيروت؟ ما نعتقدش للاقامه لا، لكن الطيارات موجوده يعني ما شاء الله نمشي ونجي عادي، ما عنديش مشكله. ربي يعطيك الصحه. الملحن والفنان ابراهيم فهمي اشتغلتي له واجد؟ صديقي طبعا، رجيت ولاي حبيب العين وغيبت وطاحت نجوم الليل، وهو صديق عزيز جدا 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 وشخصية رقيقة جدا وحبوب على الاخر، ويعني غير انه علاقتي به يعني علاقة ما عرفش كيفاش نفسرها لك، يعني تحسوا انه جدل انسان يعني دار لك اكثر من عمل. يعني شنو سر العلاقه في القصه هذه؟ يعني ابراهيم فهمي وفي ملحنين واجدين اخرى في ليبيا. شوف هو شوف النجاح لما يكون انسان ينجح حلو او فريق يكون ناجح ما تغيرش الفريق. ليش تغير؟ يعني اذا كان انا جيت فتره غنيت الاغنيه الاولى ونجحت، وفي كيمياء يعني ما بيناتكم طبعا في كيمياء. بالضبط الكيمياء هي ما لازم تكون موجوده بين الشاعر والملحن والمطرب. حلو. إذا كان موجود هالتفاهم هذا وفي نجاح طبعا، يعني الإنسان ما لازموش يغير هكا اعتباطيا. صح فهمت. باهي أنك تجرب مثلا أنماط أخرى أو ملحنين تنوع، لكن ديما ثم ملحن اللي يكون اخر خلاص. وعلى فكره يا بشرى اغلبيه الاعمال اللي لحن الاستاذ القدير ابراهيم فهمي نوجه له تحيه اكيد عمل ينافس في الاخر، يعني عمل اجمل من الثاني. صحيح. عمل اجمل من الثاني يعني بجديات يعني صحيح. هو اخر اغنيه اللي انا بالنسبه لي انا كانت شيء رائع، على من وقتها يمكن لا تعاملت معهم بعد في واحد اثنين ثلاثة عدوا واحد اثنين ثلاثة اغنية ايه طبعا تهبل يعني في ليبيا الكل ما شاء الله. هذيك اخر تعامل معه ان شاء الله. انا نتمنى انه يكون عنده ألحان جديدة ونغنيه يعني نعاودوا التعامل، لانه ذكي ابراهيم عنده جملة ترقصك وترقص وترقص وبسيطه وحلوه وتدخل القلب يعني. صح فهمت. صح. فهذه الحاجه اللي نسمع حاجه هيك من اعمال ابراهيم فهمي. شنو قولوا مثلا؟ لا يا حبيب العين. لا يا حبيب العين. ولا لا يا حبيب العين لا تظلمني ظلمك عذاب مرير، قولوا ريت مني عيب ما تجاملني حقك علي كبير، ولا لا يا حبيب العين لا تظلمني ظلمك عذاب مرير، قولوا ريت مني عيب ما تجاملني حقك علي كبير. يعيشك الصحة. ما شفناش ممكن نوال في تجارب تمثيل او لا عملت تمثيل يعني لا ما كملتيش يعني برضه يعني تجارب بسيطة. انا اول ما بديت التمثيل كان في المسرح، عملت المسرح وكان هذايا بطلب واصرار من والدي الله يرحمه. قال لي نوال وانا صغيره وقتها وجاتني فرصه في التعامل مع طبعا عمالقه من عمالقه المسرح التونسي اللي هم الفاضل الجزيري وفاضل الشعايبي، وطبعا مثلت مع كبار الممثلين فتحي الهداوي كمال التواتي فاطمه بن سعيدان، يعني كانت مسرحيه اسمها العواده. العواده اللي هي احنا عندنا التخت الموسيقي يعني وتحكي على فرقه موسيقيه وصارت فيها جريمه قتل ومش عارف، ولكن باسلوب هزلي وفي غنى وفي وانا كنت زعما المطربه نتاع المسرحيه
وكانت بالنسبة لي أنا كانت تجربة علمتني برشا الحقيقة، علمتني الوقفة على المسرح، علمتني كيفية التعامل مع الإضاءة، كيفية حلو. التعامل مع الجمهور، هذا كل تعلمته، كان دروس بالنسبة لي، كان أكاديمية أي بالنسبة لي أنا. مهم الموضوع هذا للمطربين يعني عادة. أنا بالنسبة لي أنا المسرح مهم جدا لكل إنسان يقف على الركح، ممثل، راقص، مغني، أي إنسان يحب يقف على الركح ويقابل الجمهور لازم يعمل على الأقل 6 شهور أو 7 شهور يعني كورس في المسرح. المسرح لأنه جامع للفنون الكل، صح، وهو اللي يخليك تتحكم في الركح، يعني تتحكم في تولي أنت تعرف تملك الركح وتعرف تقف وتعرف يكون عندك حضور. الحضور هذاك ما يجيش من فراغ يعني، فهمت، تتعلمه، تتعلم كيفاش الناس او الجمهور اللي قدامك رغم اللي هو في يعني في الظلام انت هو يشوفك وانت ما تشوفوش، لكن انت تحس به، هذا من المسرح. يعني انا من الاول كنت نخاف على المسرح، وكنت ان رهبه، وكنت هكا نبدا حاشمه. بعد المسرح خلاص ما توليت نعرف نملك الناس من وانا على الركح يعني. حلو. وبعد مثلت طبعا فوزير صغيرة، ما كانتش تجربة كبيرة، كانت يعني حلقة مع سمير غانم، كانت في 97 تقريبا. فتوتة؟ لا مش فتوتة، كانت سمير غانم مع والله ما نعرفش اسمه، لكن حاجة تحكي على البلدان يعني، كل مرة يحكي على دار في دار منها، حتى حلقة على ليبيا، دار على ليبيا، دار على تونس، المغرب، كل وهي كانت مع يعني الام بي سي هي اللي ماخذة الانتاج، وانا مثلت معاه لانه كان صديقي جدا وانا موجوده في مصر وقتها، مثلت معاه وطبعا مثلت تونسيه وغنيت بالتونسي وكنت نعلم فيه كيفاش يتكلم كلام تونسي فكانت حلو. حلقه جميله يعني هو، لكن بعد ما الحق ما كانتش عندي فرصه ربما. هي قصة العودة أساسا، حتى ممكن التونس دارت دروب شوية في بالضبط، أي وخرت بك التالي يعني. طبعا خاطر شوف، خاطر الوجود متاعي في مصر كان مهم جدا، لأنه وجودك في مصر زمان ما كانش عندنا السوشيال ميديا والدنيا كانت تقريبا توا أوكي، ممكن تكون في تونس وشغلك ماشي مع عمالقة يعني، كانت فرصة كبيرة يتمناها أي طبعا طبعا. أنا قلت لك كانت بالنسبة لي أنا ظروف العائلية، وبعدها طبعا فترة، وبعدين أنا كسلت يعني، عرفت، بخلت مش نعاود نرجع لمصر وعاود أول وجديد، وقلت خلاص. طيب نوال، لما نجي نشوفوا الشباب توا، تقييمك حتى للممكن نوع الموسيقى توا، نوع الأغاني توا، تحسي إن في فجوة يعني بين الجيل القديم والجيل توا، تقدري إنك أنت تجاري تقولي لا أنا نحب نحافظ على نفس الستايل متاعي بنفس جودة الأغاني، ولا لا لازم الجيل توا لازم نجاريهم؟ شوف إيش أقل، أنا بالنسبة لي أنا هذا موضوع ماهوش صحيح 100%. الجيل هذايا الشباب، أنا نقول له مدام الشباب العربي بصفة عامة، كان تونسي ليبي كل شرقي بصفة عامة، كل بصفة عامة، الناس مازالت تسمع في جورج وسوف، صح صح مزبوط، شباب نحكي لك، سيبك من الكبار، يسمعوا في أم كلثوم، ويسمعوا لا يسمعوا كاظم الساهر يغني في القصائد، صح، يسمعوا مجد الرومي أذواق صعبة، يسمعوا جورج وسوف يغني في طرب لكن 7 دقائق 6 دقائق ستايله. فالجيل هذا أكيد أنه أنا وقت اللي نعطيه أغنية تكون كلماتها صحيح عندها قيمة لكن قريبة منه، بس يعني أنت تقرب له العمل اللي هو من ناحية شنو مثلا، من ناحية التوزيع مثلا، التوزيع من ناحية اللحن، اللحن نجم يكون شرقي، جمل شرقية جميلة، لكن التوزيع هو أكثر حاجة. أنا بالنسبة لي أنا الأغنية نقول لهم زي الجسم، أهم حاجة فيها التوزيع، الجسم اللي باش تلبسه من فوق، الجسم يكون يعني التوزيع هو اللبس اللي باش تلبسه، نجم يكون لبس كلاسيكي قديم ونجم يكون لبس مودرن جديد على طول الشباب باش يعجبوا. لمن تسمع نوال من الشباب تو؟ مش شباب، مش كثير إجمالاً. الحقيقة إجمالاً. يعني أنا إذا كان نسمع فما بعض الشباب التوانسة أصواتهم جميلة الحقيقة، وفما بعض
طبعا بالشرق فما بعض الأصوات الخليجية الجميلة، ما نجمش نذكر أسماء لكن مش برشا الحقيقة بجد، يعني مش بكيفية كبيرة، يعني مش أقول لك مثلا اللي أنا نحبهم هما الكلاسيك جورج وسوف، الجيل الجديد يعني مش واجد، مش يعني ياسر بالنسبة لي أنا بارز، فهمت؟ حلو. مازال شوي نوال غشام جددتي لا يا حبيب العين، أي شو الفكرة من تجديد؟ والله يعني كانت عندي رغبة طويلة، يعني كانت عندي رغبة أنه شفتي أن في ناس مثلا ما سمعوهاش لازم يسمعوها، لا لكن بشكل جديد شفت في ناس كتير غنوها فقلت علاش ما غنيهاش أنا مرة تانية. حلو هذا بس القصة وعودتها بإيقاع ليبي خليجي، يعني مركب الإيقاع، وحبيت أنه الأغنية أنا كان عندي قصد، يعني قالوا الأغنية نوصلها للإذاعات خصوصا الإذاعات الخليجية. ف وصلت لقيت لا ما وصلتش برشا، مش أقول لك عليه لأنه أول شيء الميكس ما كانش عاجبني، فأنا حبيت نعاود الميكس، وبعدها قالوا لي وبعد شفت اللي برشا ناس حتى في ليبيا قالوا لي لا التوزيع القديم احلى اجمل، صح الستايل القديم احلى، فخليتها قلت خلاص. في ناس يحب في ناس يحبوا كل حاجه العتيقه، الحاجه القديمه يعني بالضبط، فانا احترمت الراي وما حبيتش نواصل فيها اكثر، لكن حتى هي في بالنسبه لي انا في النسخه الجديده جميله جدا، يعني جدا جدا عجبتني على الاخر، لكن الاصرار مازال عندي انه باش نوصلها للأسواق الخليجية. غير الأستاذ إبراهيم فهمي، من الملحنين الثانيين ممكن تعاملتي معهم في ليبيا وتمني أنك أنت مرة أخرى تعاملي معهم في أنا ليبيا. نحب برشا خليفة الزيتي اللي لحن لي غوالي ولحن لي الوريد، بصراحة هذوما زوز أغاني اللي بالنسبة لي أنا قلت لك عندهم وقع خاص في في مساء أنك ممكن تشتغلي مع أنا عنده على فكرة تانية. عنده أغنية نحبها برشا نحب نغنيها ونهديها لكم انتم ونهديها للجمهور ونهديها لي هو ونهديها لكل عزيز على قلبي. وهي طلبوني فيها على فكرة، يعني هذاك علاش نهديها، يعني احتبر مريح الهوى والشوق نسلم عليكم مشتاق ليكم قبل المساء ودي ودي نجيكم نسلم عليكم مع ريح الهوى والشوق نسلم عليكم مشتاق ليكم قبل المساء ودي ودي نجيكم ونسلم عليكم يا غالين علي انتم هنا عمري وانتم هنا عيني يلي بعيدين بعد الوطا الشمس ونجوم الثريا ويا غالين علي انتم شذا عمري وانتم دوا عيني يلي بعيدين بعد الوطاع الشمس ونجوم الثريا يا زهاد ليلي لما نجيكم مشتاق ليكم قبل المساء ودي ودي نجيكم نسلم عليكم ودي نجيكم. يعطيك الصحة. الله يعيشك. الله 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 اي بنسمع شوية نسمع منها شوية أيه شباب يلا. مع ريح الهوى والشوق سلم عليكم من أجمل الأغاني طبعا هبت
ظلمت الأغنية الليبية والمغاربية بصفة عامة، يعني تونس والمغرب والجزائر، انتشارها العربي أو لأن الميديا يعني السيطرة عليها أو الانتشار الأكبر في الخليج وفي الشام وفي مصر. هو بالنسبة للجزائري يعني بالنسبة لهم الأغنية الجزائرية ماخذة نجاح كبير عالميا بالنسبة لي أنا، وما اهتموش بالميديا العربية بالكل. وهذاك علاش نجحوا، لأنه اتجاههم كان على أوروبا على طول، وأوروبا هي اللي وزعت معناتها هي نشرت أغنية الراي في العالم الكل. لكن احنا كليبيا وتونس خصوصا، المغرب شوية في العوام الأخيرة طبعا تعرف انت. شوف المغرب يمكن كانت لهم يعني الفترة اللي تونس وليبيا الأوضاع السياسية ملخبطة وأخذ ورد، وهذا هم استغلوا أنه خدموا السياحة خدموا الفن، وهذا من حقهم طبعا أنه كل واحد يخدم بلده وهذا من حقه. لكن إحنا كان عنا فرصة الحقيقة، يعني كان عنا فرصة ضاعت، أنه في تونس عنا الأصوات، في ليبيا فما الشعراء من أكبر الشعراء في أصوات طبعا والملحنين، وفي الإمكانيات اللي هي مطلوبة. إيش معناتها إمكانيات؟ إمكانيات أنك الدعم المالي قصدي، وإن يكون في مشروع كبير طبعاً مثلاً، تقدر تعمل مشاريع، تقدر توزع الأغنية متاعك زي ما تحب أنت على الميديا على وكانت مفروض كان لو كان فما يعني مثلا زي القناة اللي احنا فيها اللي نشكرهم طبعا جدا على الاستضافة وحسن الاستقبال بجد. يعني انا نتمنى انه تصير مثلا من القناة هذه، لانه عارفة انه قناة يعني عندها مشاهدة كبيرة في ليبيا، ونتمنى انها تدخل ايضا لتونس ويكون عندها مشاهدة جدا طيبة. لازم يكون فما منوعات، المنوعة راه مهمة جدا انك تحيي التراث وتحيي الثقافة وتنشر وتنشر طبعاً. يعني لو في مثلا تكامل ما بين الشغل الافكار الشباب التونسي الشباب الليبي، انه الفنانين الفرق الملحنين، يعني يكون فما منوعة تكون كبيرة بامكانيات راه نوصلوا نجم نوصلوا. خاصة استاذة نوال، يعني الاغنية التونسية والاغنية الليبية وصلت عربيا يعني من خلال فنان صابر الرباعي طبعا، الله 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 يا بابا، اغنية سيدي منصور، واغنية اللي غناها برضو الشاب جيلاني طبعا طبعا الشاب جيلاني عمل اغاني جدا وعيوني سهارة طبعا، وايمن اعتر برضو حتى وانا في اغاني في يعني اغاني جدا حلوة يعني عملها وصلت عربيا يعني كان في قدرة ناقص. لازم استمرارية، يعني الاستمرارية لازم تكون شوف إذا كان نؤمنوا، أنا بالنسبة لي أنا ديما نقول ما بين ليبيا وتونس لو كان فما وحدة ثقافية ما بين بعضنا، سيبك من السياسة، خلينا بعد على السياسة، خلينا وهذا بيت العيلة وهذا بيت العيلة احنا انا كي نبدا في بيت العيلة في ليبيا راني في تونس، والليبي والليبي لما تكون في بيت العيلة في تونس راي في ليبيا. أكيد. يعني في عنا ثقافيا قلت لك متجمعين احنا قراب لبعضنا، فهي المشكلة الانتاج لما يكون في تزاوج ما بين الانتاج الليبي والتونسي في مثلا كما قلت تصير فما منوعة كبيرة فيها فرقة وفيها لازم حد يخمم يجمعهم بعض، وهذا سهل جدا يعني، بس القصة موجود يعني سهل، تبي استمرارية يعني ما يكونش طبعاً موضوع مؤقت بس برنامج واحد ولا اثنين. لا مش برنامج واحد ولا اثنين، لازم استمرارية ولازم ناس تأمن بالمشروع. يعني حتى ضروري رجال أعمال المستثمرين يأمنوا أنه ممكن نوصله. يعني منش شوف بكل احتراماتي للخليج، صحيح أنه عندهم الإمكانيات وعندهم قنوات كبيرة وإمكانيات كبيرة، في الأخير إحنا زادة نقدروا نعملوا أشياء جميلة وعنا أفكار صح حلو، فصعب مش صعبة القصة، هي بس إرادة. أكيد نحن نسحبوا على على الجائزة، عندنا جائزتين أستاذة نوال طبعا. مسابقتنا اليومية وصلت نهايتها، عندنا 2200 رسالة، حتختاري لنا رقم من 2200. حاضر. حيربح معنا 1000 جنيه ليبيات من 2000 من 1 ل 2200 2200 قولي رقم 1970 1970 هذا
هذا الرابح بالألف جنيه مقدمة من برنامج بيت العيلة. نتمنى حق يتصلوا بيه من قناة ليبيا الأحرار وحاولوا تواصلوا معه. رقم ثاني. رقم ثاني. 2000 وكم هنا آخر واحد؟ 2007 يعني ولدي جبته في 2007 ما شاء الله. ربي يخليك ربي يخليك اخترت 2007 ربي يعيشك يعيشك. خلاص معناها هيك عندنا برضو الرقم الثاني هو 2007 تقدروا تواصلوا معه حتى هو شباب وهو رابح بالكوبون بقيمة 200 جنيه من أسواق الياس للمواد الغذائية. طبعا في تواصل كبير من الليبيين جمهورك الكبير في ليبيا بنحييهم الكل شكرا لهم. أكيد الجيل الجديد يبي من نوال حاجة ليبية جديدة ويبي شغل جديد أصلا يسألوا هنا يعني على جديد نوال. وفي من طالب أغنية من بكري يبعثوا فيها لبي نسمع شوية من أغنية حمى مجاش خاطر حاضر هذه أغنية تونسية جديدة شمة طيب هذه بعثتها من بكري ويتبعت حاضر منها. هذه أغنية تونسية جديدة اسمها حمى مجاش هي تحكي عن أم حكاية شوية مسرحية يعني, يعني تحكي على أم تشكي من ولدها ولدها كبر شوية ولا يطلع ولا يسهر برا يعني ولا معذبها شوية فهي تتشكى منه وتحكي وزوجها اللي هو البرني اسمه مش معدل على الموضوع معناتها فهم ديما يتفرج في التلفزيون ومش فهي تحكي عن معاناة شوية المرأة يعني بصفة عامة الأم بصفة عامة. حما ما جاش فكري مشخش بنومي طاش هالبرني نرقد كيفاش نار وقدت وسط الجاش هالبرني حما ما جاش هالبرني حما ما جاش هالبرني حما ما جاش فكري مشخش بنومي طاش هالبرني. يعطيك الصحة ربي يعطيك الصحة. هذه تمثل هذه معاناة كل أم كل أم كل أم يعني ولده يطلع من البيت ويتولي تروح. ربي يحفظ لميمات كلهم إن شاء الله وربي يرحم كل لميمات توفاهم الله. عندنا الفائز بالألف دينار. نشوفوا الفائز. ألو الفائزة الدكتورة أسماء الديب من مش مشكلة صحة فطورك دكتور أسماء. أهلا وسهلا صحة فطوركم بارك الله فيك. أنستينا يا دكتورة ومبروك عليك الألف جنيه من بيت العيلة. الله يأنسك بارك الله فيك إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة. من وين دكتورة؟ نعم من وين من وين تكلمي فينا يعني من أي من مدينة؟ طرابلس. باي مرحبتين بيك وبكل هلنا في طرابلس وألف مبروك. الله يبارك فيك. اللي اختارت الرقم ما طبعا سيدة نوال الغشام بارك الله فيها. يعيشك يعيشك سلمك يا دكتور. بنسأل طبعا سؤال المعتاد قداش بعتي رسالة؟ قداش بعتي رسالة؟ والله ما عدتش لان نلقى ان هي يصير لي تم الرصيد من الرسالة يعني معناها الالف مغطين لك المصاريف. ايوه رب تصر فيهم بالهنين ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة اسماء مبروك مبروك. حابة تقولي حاجة هيك على السريع؟ كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة ان شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لك. شكرا. نحن عندنا حاجة هيك بسيطة تذكار من برنامج بيت العيلة حنصبينا نجيبه معليش. أم محمد تقول كيف حالكم ديما نبعت ما تقولوش في رسالتنا كيف طاحت يعني والله يسامحيني وليت بالي لا يبالي البوسيفية مصراتة بركة هذا مش من قدرك لا طبعا لا بالعكس بالعكس ليس من مقامك شكرا لكم شكرا لكن هو حاجة هكي تتذكرين به طبعا ونحن حبينا أن ما شاء الله شكرا لكم يعيشكم. أنا بصراحة سعداء جدا وأنا أسعد بتشريفك لينا. لا بالعكس والحق يعني في الأول كنا متخوفين إنه حسام قول زعمة بتجي زعمة لا ممكن تجي ممكن لا سعداء لأن أول ما تواصلنا مع الفنانة القديرة ورائعتنا نوال غشام قالت أنا ما عنديش مشكلة في التواصل كل تواضع يعني الحق وأنا حابة أكيد نكون مع الجمهور الليبي اللي من البدايات كنت متواصلة معاه فنحن بجديات بجديات بالعكس انا يعني. سعيده اكثر وسعادتي كبيره وانتم نشكركم انه يعني رتحتوني شويه من المطبخ
عملت بريك صغير في تركيا. كان انا كان عندي سؤال يعني انه هو يعني انت في رمضان يعني على السريع يعني شنو برنامجك في رمضان؟ تخشي الطيبي كذا؟ طبعا طبعا نخش نطيب، عندي شكون يساعد فيا طبعا، نشكرهم الكل اللي في البيت، لكن لازم يكون يعني يكون موجوده التاتش بتاعك لازم يكون لازم لازم في شك في حفلات يعني. في حفلات بعيد على لا في حفله رمضان. قريب في حفله يمكن ليله العيد او قبل يوم 13/6 حلو في مهرجان المدينه بماطر، هذه حفله ان شاء الله باش نقدمها قبل العيد، وبعدها نبدا في طبعا من شهر 7 تبدا المهرجانات الصيفيه في حنين. حنين نتمنوا لك سيده نوال بجديات مزيد من التالق ان شاء الله، وكما قلت لك يعني في فما مشروع حفله في بنغازي، نتمنى ان ان شاء الله ان شاء الله بجد، معناتها انا نتمنى ان باش نقابل الجمهور في ليبيا، وعندي شوق كبير يعني انه ان شاء الله ان شاء الله يا رب نقابلهم قريب نشوفوك في ليبيا، وان شاء الله نجيكم مرات اخرى عديده للقناه، لانه البيت يعطيكم الصحه انا على راس والعين اي وقت الو انا جيت اكيد لا بالعكس وسعداء يسعدني يشرفني والله. نحن حنختم لك انت كيف فكرينا في حاجه تختمي بها بصوتك اكيد حاضر. اكيد نحن هيك مشاهدينا وصلنا بكم لنهايه حلقه اليوم من برنامج بيت العيله، اكيد بكره مش حيكون في حلقه للاسف، مش حنقدر نتواصل معكم، لكن بعد بكره ان شاء الله حيكون في حلقه جديده، حيكون في مسابقات، حيكون في اكيد جوائز وفائزين جدد من برنامج بيت العيله. سبت وثلاث زي ما قال حسام ما عندناش بيت العيله، ولكن اليوم ختام الاوف او العطله جميل جدا مع صوت مميز وقامه طبعا زي سيده نوال غشام. صحه سحوركم جميعا، لبشت من مصممه ليبيه اكيد اللي نفتخروا بها الدنيا القصبي دي جي ديزاين، لكل من يسال نقول له يعطيك الصحه، واكيد حبست انا مش هقول لك اي طبعا قولي انا نفس الشيء، نحب نشكركم الكل، نحب نشكر الإدارة القناة على حسن الاستقبال والظروف الإقامة، وأيضا لكم أنتم سعدت برشا، وفي نفس الوقت نحب نشكر المصممة التونسية المعروفة جدا ألفة تركي اللي لبستني لبس تونسي طبعا جبة تونسية لكن بأنامل بأنامل يعني كريستال وحاجات حلوة وشكرا للميك اب والشعر تركي طبعا لكن حلوين ما شاء الله عجبوني، وطبعا نحب نشكر كل اللي شاهدوا فينا في ليبيا وفي تونس وفي الوطن العربي الكل، وان شاء الله عندنا لقاءات قريبة يا رب ان شاء الله، ونختموا لكم بأغنية أنا نحبها أيضا، هي مش لي لكن نحبها جدا، أغنية ليبية هز الشوق حنايا الخاطر حنايا الخاطر جاغمك يا عين حيدر غيمك يا عين يا عيني ماطر خطرت انت مسحت دموعي خطرت انت نورت شموعي خطرت انت مسحت دموعي خطرت انت نورت شموعي يلي حتى وانت مبعد يلي حتى وانت مبعد وانت اخطر تهدى الخواطر وانت اخطر تزهى الخواطر حبيبي تهدى الخواطر يا روحي تهدى الخواطر يعطيك شكرا لك في فنانتنا الرائعة نوال غشام، وهذه اكيد تحية للفنان القدير عادل عبد المجيد طبعا صاحب الأغنية، وشكرا لأدائك الرائع والمميز. شكرا لك حمستينا وشرفتينا، صحة شكرا لكم بعد بكرة في نفس الموعد الساعة 12 تصبحوا على خير تصبحوا على خير.